صباح الخير، هل في صوت لو سمحتم؟ صباح الخير دكتورة. نعم صباح النور. تمام، صباح نعم في النور صوت تمام، بس للبرنامج. نعمل تشيك للصوت قبل كل شيء. أجل أجل أجل. تمام شكرا. تعزيز عنا العلاقات النشطاء والإعلاميين بالمؤسسات الرسمية ومدهم بمعلومة من خلال دور سعي للإخفاء والتضليل، لأن ذلك من شأنه القضاء على الإشاعات. توفير حماية قانونية للمحتوى الإعلامي الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات والقرصنة
وخاصة العرب شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات. شكرا لكم على شكرا دكتورة فايدة، وأسألين تعقيب بقى خبير عن فهم الأوراق البحثية. صباح الخير يا جماعة، احنا ما سمعنا صوت، يعني بس بالآخر اللي سمعنا، أو المشكلة بس من عندي. ما سمعنا شيء بالفعل، أعتقد يعني هلأ مش تجربة أو عارفين. هيك شيء. صباح الخير، البرجو الانتظار حتى نتمكن من الربط بالقاعة، شكرا لكم. جدا الذي يخص فيها الانتهاكات في القسم الفلسطيني واستخدام الاحتلال الاسرائيلي لحياه الجنود، حيث تم ذبح حوالي 610,000 جنود وهناك 10,000 طفلا مصريين تحت المقاومه. يجب تشاهد المعارضة والمنصات الرقمية المتعددة المخصصة للإنترنت من حيث قبل الأحتلال، وكانت النخبة العالمية تلقى التأثير على السياسة التحليلية، وعند البحث على الذين عندهم 15 مقررة وكانت على المقابلات المتعددة وارتبط على منزل الناس. لذلك هذه المحاسن الاستبداد الاسرائيلي لحياة الكل ومن ينقض القانون الدولي بحيث الانتهاكات التي الآن تواجه فلسطين وخصوصا في الأطفال. لذلك المعارضة العالمية وعدم المعارضة العالمية بشكل كبير من الأحوال لعدم تناول فرد الأخبار في بلد المحتل بشكل كامل وفعلي على حد الأطفال والإنسانيات التي تواجه الأطفال. من هنا جاءت الدكتورة خالدة حول كثير من الأوضاع السياسية في فلسطين والتأثير على شبكات التواصل الاجتماعي وتنظمات الظواهر الاحتياطية في النشر الإعلامي من وجهة نظر الخبراء، وما هي وضع الضوابط والأخلاقيات في الفئات في النشر الإعلامي من حيث القيم والضوابط في نشر الأخبار الجاهلة، وهذه الدول معايير أخلاقية في المجتمع لم تقع من حيث المجتمع الإعلامي وبنية كثير من المعايير والتشريعات. لكن البحث على المسؤوليات الإعلامية على هذا كان عرض سريع لأهم 5 أوراق البحثية التي نموذج من البرنامج للمباراة الفلسطيني من السودان. الآن نبدأ في رقم التحدث بأي مسائل تفضلت البحث. ممكن الدكتورة حاجة أرد قلبي على الواقع النفسي والضوابط، أنا بحس إن هو خلاصة مختلف
تأكيد لكل الشواغل التشريعية ووضع البنية لقابل الصحفيين بينما الدكاترة والدكتورة شيرين حضرتك بتركزي على المشاركة السياسية، لو إني فتح المكان هذا وإني المشاكل يعني إني المشاركة وإني المشاكل برضه عليها بركز عليها. أما برنامج الدور الخامس أنا عجبني قلت لها هو تحشيد اللي هو الدين فيديو البودكاست. كان هو بيركز على المضامين السياسية، هي نوع المضامين السياسية، وحضرتك ذكرت كلامي كان في مسألة في المكتبة اللي أعتقد أن في فترة من العراق في 2019 وكان الدكتور محمد فلسطين وزيارات من حيث الاستثمار والاقتصاد. يعني هل المشاركة السياسية ممكن تأثير أمريكا في إدارة العراق ولا لا؟ فا بسبب سؤال اللي حضرتك بتصوروه عن في مؤسسات أهلية علمها، لا نحن نريد أن فلسطين يوجد وزارة إعلام، يوجد فلسطين نقابة إعلام، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي وجودها بين أيدين الجمهور أو بين أيدين الناس بطريقة مكثفة وخاصة في نقطة فلسطين كل واحد بيحاول يدور بيها، لأنه بالأخبار كانت صار الغائب عن فلسطين كان فلسطين، هو عندنا بيحاول يكون شخص يجري بأخباره حتى أستاذي أنا يعني فتحت غرفة الزوم من اللابتوب، شو أعمل؟ حسب اشتباكاته وحسب قدراته ساعد الصفحة الخصوصية على الفرقة على الكمبيوتر اشوف مش ظابط غالبا، ممكن كده يمشي كده. يلا بس يعني أو جوية أو يعني ولكن الجزيرة اللي في بعض الشخصيات الإسرائيلية داخل مصر الجزيرة، هذه الشخصيات لها قدرة كبيرة في مجال الإعلام وفي البحث العلمي، فحضرتك لو عملت مبادرة على تجربة البرنامج أو حل عليه، خليك على الشخصيات المتوفرة لها يعني قدرة كبيرة في المجال يعني الإعلام والعمل، فيعتبر قضية يعني إنه مو بس مجال علمي، يعني هذا حصل علم. وهذا ما يحدث فتنفس بالقضايا وفقا لانواع القضايا فتركز القضايا السياسيه من المفاوضات رئاسه المفاوضات من الدول تركز عليها المفاوضات من الدول او تكون هناك عشرات حدثت بعض البلاد مثل البلاد الفلسطينيه او ايضا في سوريا فايضا هناك المعاملات العسكريه اللي هي ايضا اوكرانيا الروسيه الموطنية الروسية الحروب التي كانت فتنور رد العلم بشكل كثيف ومعمق وهناك الجهة تخطى الجوة في خمسة عشر مصر أو عشرة
اخر تفاعل يعني اخر تفاعل في 15 دقيقه مختصر مفيد، اكثر من مفيد من المونتاج الثاني، يعني هذا المونتاج الثاني هو طبعا يعني تصحيح انه يحتاج الغرفه بدونها الثانيه. من مهارات مثل البرامج الاصغار والتركيز على الضيف اعطيه مساحه كامله حتى الضيف يخرج عن الموضوع، مما يكون مونتاج عارف هذه المشكله. اما الولايات المتحده الامريكيه بين نظام الجرائم للقضايا انه الولايات المتحده الامريكيه هي اللي كانت تتدخل في عده دول، يعني هي كانت هي مركزيه وهي مسيطره على العالم دائما، مثل الاقصائيه عسكريه، فهي امرها تدخل او انه تساعد او تعمل مفاوضات من اجل المصلحه. والصين ايضا من تشكيل مقدومه كانت اقتصاديه عظمى، فهذه كانت في الحرب الاوكرانيه الروسيه او ايضا في الازمات الداخليه اللي كانت في هذا المجال نقطه للعينه. فهذه كانت فرصه للصين بالذات، يعني عالم جميل جدا انه وجود الاذان الصوتيه وحقيقه تعتقد انه يعيش الاجواء، يعني بعيدا صح انه الراديو انتهى او اصبح قديم، ولكن هذا الفرصه هذا من جديد. رغم انه تغير من البرنامج مركز الجزيره الان عمل بودكاست مرئي، يعني تكون المده اكثر يعني 3 ساعات اربع، وعبر عن منصه الادير الان انت لو نفتح على اليوتيوب نشاهد منصه الادير شوف المقدمين برامج والمواضيع المتنوعه الحقيقه يعني رائع جدا. شكرا لك يا دكتور عبد الجواد. نذكر الانتخابات بصورة عامة في الدول الإسلامية والدول العربية عندنا اللي هي عدم وجود وعي سياسي للمواطن، يعني في عدم وعي بحق المواطن أول شيء إنه يترشح هو نفسه في المجلس التشريعي أو يترشح كرئيس متى ما توفرت الشروط، في ضغط وفي خوف وفي عدم وعي. وبرضه من حق المواطن إنه يروح يرشح في عدم وعي في كيفية الترشيح وكيفية يعني إيه الديمقراطية، يعني إيه الانتخابات. في محاضرة الدكتورة أيمن في الدول العربية والدول العربية كذلك المعلنات اللي بتعمل إنسان بنحو الانتخابات، معلنات إعلامية، معلنات مالية بتظهرها الدول الثانية. لو شفت الانتخابات بتظهر في الدول الأخرى الدول العربية أكثر بعدم وجود وعي سياسي في العملية الانتخابية. هل يعني أنا بحس إن كل الدول بتظهر موضوع الانتهاكات، هل يعني مضمون مثلا طبعا القانون الدولي اللي هي المنظمات اللي كانت مسؤولة وما دخل في المنظمات هذه الانتهاكات؟ شكرا على السؤال. في الحياة الفرد الأطفال بشكل مباشر، وهذا أول انتهاء هو أبلغ حق من حقوق سواء الأطفال أو حقوق الإنسانية في الحياة. فبالتالي لو فرضنا أن هناك مشروع وفق المواقف الأمريكية القضية المصرية ومساعدتها أو المجتمع الإسرائيلي، فكيف تتناول هنا الموقف الذي سألت عليه؟ كيف تتناول موقف القانون الدولي؟ الدولية
تماما ان حتى هذه المنصات التي تدعم بشكل كامل ومرتب في امريكا والتي تدعم بطولة الوقت الديمقراطيه والمناداه بحقوق الانسان هي لم تستمر بالمطلق وانما اختارت الجنسيات التي تريد ان تقف عليها وتعرضها في القانون الدولي وهذا الوجود السريع بشكل كامل من هذه القوانين هذا التجاهل بشكل كامل فبالتالي كل هذه الدراسات المتتالية التي قمت بإعدادها خلال السنوات السابقة منها التحليلية واليوم فقط تناولت آراء والنخبة العاملين في المستشفى العلمية الدولية نتأكد بأن حتى المنصات الرقمية هي موجهة في اتباع سياسات دولية، ربما كان الوضع مختلف قليلا في هذه الحرب لأن أمريكا وكافة دول العالم وضعت في مأزق أمام جمهورها، يعني أمريكا إذا عدت بالذاكرة مع تدرج الحرب قررت أن تتبنى المواقف الاحتلال من خلال نشر الفيديوهات التي دعا الاحتلال بأنها لقتل قامت المنظمات الفلسطينية بقتل قطع الإنس وإلى آخره وبالتالي البلد تم اكتشاف أن هذه أخبار مضللة وليست حقيقية وجدت في مناطق الأمن السورية فمنها يمكن أن تسير بالحيلات التي كنت تحدث عنها سابقا نتحدث عن السي إن إن في أو تحاول أن يعني تكتب بالتغيير تحت الجبهة، هنا الميدان الحدث طبعا جبهة على الأقل الأمريكي، فرأينا أن يكون كان الجمهور دخلوا أو خرجوا في مظاهرات ضد السي إن إن لمجرد أنها تداولت أخبار كاذبة، بعد هذه الحرب أو أثناء هذه الحرب حاولت السي إن إن تحديدا على وجه الخصوص أن يعني تمارس الموضوعية إلى حد ما، ولكن نرى يعني من يحلل الموقف السياسي بشكل يدوي يرى أن الحياد لا زال قائما في إسرائيل ولكن بذكاء أكثر من مصر. أشكركم الآن لفترة الاستراحة. تفضلوا.
لو سمحتوا يا ريت حدا يوضح لنا امتى رح احنا الاونلاين، امتى رح نشارك لحتى نعرف وقتنا ونعرف كل حدا امتى بده يعرض، يعني احنا هيك ما حدش عمال يحكي لنا اشي. صباح الخير دكتورة، أرجو تغيير اسمك أولا على التطبيق الزوم حتى نتمكن من معرفتك أولا.
عذرا لحظات، وسوف يأتي السيد رئيس المؤتمر من أجل توضيح البرنامج ووقت المشاركة والحديث معكم. إسلام إسلام أيون.
تصور والله ما في مطبع هذا. احنا اليوم جايين صدفة اساس في مؤتمر لايف في مصر شغل. الو الو الصوت واضح، نسمعك جيدا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الهادي بركة من غزة، فلسطين. ألو، أيوة سامعينك سامعينك، بحكي أهلا وسهلا بابن بلدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. القاعة الآن بها استراحة، تنتهي الاستراحة سوف طيب يكون دكتور، دكتور متى راح نبلش؟ عندما يأتي السيد الرئيس سوف يفتح البرنامج وفق ما نشر. أعتقد أنه بعث لكم البرنامج. البرنامج من المفترض أنه من ساعة بعدين، أكثر من ساعتين عفوا. أنا أتكلم عن المداخلات، يعني مداخلاتكم لم يأتي دورها بعد. ثم وضع البرنامج على شكل PDF في صندوق المحادثة. بعد لحظات سوف يأتي السيد الرئيس لكي يتواصل مع المشاركين عبر زوم. لحظات فقط. دكتور حمدي، هل تسمعني؟
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ الجلسة الثانية. تفضل دكتورة. نفس نفس الترتيب، يعني أنا معايا دكتورة عواطف. أهلا دكتورة، موجودة أنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضراتكم جميعا. يسعدني ويشرفني اليوم تواجدي في المؤتمر مع حضراتكم، وسعيدة كل السعادة بالتواصل مع الأساتذة في المؤتمر والسادة الباحثين من الموجودين بمصر وخارج مصر. والحقيقة إنه اعتدنا إنه المركز العربي الديمقراطي يقدم لنا دائماً بحوث متنوعة وثرية، فعلى بركة الله نبدأ الجلسة الثانية. نبدأ وقائع الجلسة الثانية بالبحث المقدم من الباحثة الدكتورة عواطف الحليان من الإمارات، حول دور تكنولوجيا الاتصال في تعزيز التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال في مجتمع المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة عواطف، أهلا أهلا دكتورة، تسمعيني معك. حضرتك؟ أيوة أنا أسمع، أنتم تسمعوني؟ معاكم تسمعوني؟ نسمعك دكتورة، مرحبا، واصلي. آه، نعم، بس أرفع ظهرتي الملف إذا دكتورة تسمحوا عواطف. لي. أهلا، بس ثواني أرفع الملف. في مشكلة في الصوت يعني. واضح؟ واضح دكتورة، تفضلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الصوت غير واضح حضرتك، الصوت غير واضح بعد. أعتقد أنه في مشكل في الزوم على القاعة. دكتورة عواطف، تفضلي، مرحبا. دكتورة، أتوقع من عندكم الصوت مش واضح تقنياً، من عندكم في القاعة. لا، هناك مشكلة في الصوت. هل المايك مفتوح عند حضرتك؟ أيوة أنا مفتوح معايا، عفوا مفتوح دكتورة دكتورة. عواطف، أرجوك أو إذا لحظة الدعم لحظة الفني في دكتورة القاعة عواطف. يساعد الباحثة بعد إذنكم. بس أستأذن حضرتك تتأكدي من إن المايك مفتوح عند حضرتك والصوت على أعلى حاجة. عفوا دكتورة، أعلى شيء مفتوح، مفتوح الصوت. دكتورة، أرجو التفاعل معي شخصياً. طيب القاعة لا دكتورة، يصلها الصوت، نحن الآن طيب أشبه بحوار الصم البكم. أرجوك طيب لحظة قل لي المطلوب حاليا، ايش لحظة المطلوب؟ لحظة لحظة فقط لحظة. كده تمام تمام اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك. صباح موضوع النور. مميز دور تكنولوجيا الاتصال في تعزيز التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال في مجتمع المعلومات، وحضرتك نعم، بتقدم لنا دراسة حالة على دولة الإمارات. أهلا وسهلا، تفضلي حضرتك في ما لا يزيد عن 10 دقائق. بإذن الله بإذن الله. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، الأساتذة الكرام والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا عواطف سلطان الحليان من دولة الإمارات، باحثة دكتوراه في الاتصال، كلية الإدارة، القيادة والإدارة بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية. بداية موضوع عمل المؤتمر، ورقة عمل المؤتمر تدور حول دور تكنولوجيا الاتصال في تعزيز التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال في مجتمع المعلومات، دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة. بداية جاءت فكرة اختيار موضوع الرسالة دراسة ضمن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحن الإمارات 2030، وأجندة دبي الاقتصادية 2033، حيث تؤمن حكومة دولة الإمارات بأهمية تنوع تكنولوجيا الاتصال الرقمي في التأثير على الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الإلكترونية
غير النفطية من خلال تطوير القدرات والطاقات الحكومية في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنوع التجاري المتاح. طبعا من هني جت فكرة اختيار الموضوع، راح يتضمن العرض تغطية لمحاور ورقة عمل المؤتمر. طبعا المقدمة: يشهد العالم تطورا كبيرا في تكنولوجيا الاتصال وتنافسا تجاريا غير مسبوق في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتعتبر دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدما في مجال تكنولوجيا الاتصال الرقمي والتجارة الإلكترونية. طبعا مثل ما نعرف أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة وقوانين مرنة وقنوات اتصال فاعلة وتسهيلات حكومية تقدمها للتجار ورواد الأعمال، وكذلك بالنسبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما جعل الأنظار تتجه نحو دولة الإمارات في اتخاذها كنموذج عمل ريادي في التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال. طبعا مشكلة الدراسة: رغم أهمية تكنولوجيا الاتصال الرقمي في تعزيز التجارة الإلكترونية التي أصبحت تمثل مجالا تنافسيا في الاقتصاد الرقمي الحديث والجمع بين الاقتصاد والإعلام في صناعة محتوى متكامل يدعم التوجه الحكومي لتعزيز مكانة الدول كمركز عالمي رائد، الأمر الذي استوقفني للبحث عن واقع التجارة الإلكترونية بين مواطني دولة الإمارات ومستوى اتصال الجمهور وتفاعله في الإقبال على التجارة الإلكترونية للشركات الناشئة، بما يحقق توقعات حكومة دولة الإمارات في تحقيق رؤيتها الوطنية. طبعا جاءت أسئلة الدراسة تتكون تمحورت نحو أربع أسئلة: ما مستوى وعي المواطنين الإماراتيين بأهمية التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال في تعزيز ريادة الأعمال؟ وكيف يشخص أفراد عينة الدراسة واقع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال في دولة الإمارات؟ وما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية؟ وما مدى فاعلية قنوات الاتصال والتواصل بين أصحاب المشاريع التجارية الإلكترونية والجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال؟ طبعا جاءت الأهداف متوافقة مع أسئلة الدراسة، والتي تمحورت كذلك للتعرف على مستوى وعي المواطنين بأهمية التجارة، تشخيص واقع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال، وتحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال، والكشف عن مدى فاعلية قنوات الاتصال والتواصل بين أصحاب المشاريع الحكومية. طبعا أهمية البحث: تبرز الأهمية التطبيقية لهذا البحث في التركيز على تكنولوجيا الاتصال الرقمي في تعزيز التجارة الإلكترونية والتكامل مع التوجه الحكومي الاستراتيجي والحوافز والامتيازات التي تقدمها دولة الإمارات لرواد الأعمال سواء كان مواطنين. طبعا كذلك تشخيص واقع التجارة الإلكترونية وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال في هذا المجال. طبعا بالرجوع إلى الدراسات السابقة وما يتضمنه هذا الإطار من إثراء للعديد من الدراسات السابقة التي جاءت باللغات العربية أو بالإنجليزية، تناولت موضوع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال وريادة الأعمال على المستوى الوطني أو الدولي، والتعرف على المساهمات السابقة والبدء من حيث انتهى الآخرون. وتم تقسيم الدراسات إلى محوران، اللي هو محور التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال، ومحور تناول محور ريادة الأعمال. طبعا توصلت إلى فجوة علمية من خلال دراسات سابقة، لاحظت أن كل الدراسات تركز على التوعية والتثقيف وتطوير قدرات طاقات رواد الأعمال وتوفير الإمكانيات لدعم رواد الأعمال، مع غياب التوصل إلى حل بشأن الميزة التنافسية للتجارة الإلكترونية في ظل وجود القرصنة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية لريادة الأعمال عبر التطبيقات التكنولوجية الحديثة. طبعا وبالاعتماد على الدراسات السابقة والمراجع ذات العلاقة المباشرة، قدرت أني أعمل على تطوير نموذج الدراسة في الشكل التالي، والذي يوضح عوامل ارتباط متغيرات الدراسة الحالية. طبعا المنهج: اعتمدت على منهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الميدانية من عينة عشوائية طبقية لمواطني دولة الإمارات الذين ينتمون من الفئة العمرية 18 فأكثر، بلغ عددهم 41. يمكن أنا ركزت على 41 باعتبارها أن تستهدف مجتمع محلي متخصص في التجارة الإلكترونية. تم تصميم الاستبانة بحيث تشمل على مجموعة من الأسئلة والعبارات التي تغطي محاور الدراسة وتتوافق مع أهدافها الرئيسية وأسئلة الدراسة البحثية.
التحقق من صدق الاستبانة. طبعا عرضت الاستبانة على مجموعة من المحكمين المختصين وأجراء التعديلات اللازمة بناء على ملاحظاتهم، وكذلك من خلال تطبيقها على عينة استطلاعية وحساب معاملات الصدق والثبات الإحصائية، وتم جمع البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية. طبعا على الجهة اليسار راح تلاحظون آلية تصميم أدوات الدراسة كيف جاءت. الإطار النظري اعتمدت على نظرية على وسائل الإعلام. طبعا اللي خلاني إني أنا أستخدم نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام، حيث تشير النظرية إلى كيفية تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام وسلوكه. وتقوم فكرة النظرية بأنه كلما زادت قدرة وسائل الإعلام على نقل المعلومات بشكل صحيح، كلما زاد التأثير على الجمهور. وتفترض النظرية على أن الأفراد يعتمدون بشكل كبير على وسائل الإعلام للحصول على معلومات وتوجيهات حول القضايا المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، إذا رجعنا وقلنا أن تعمل وسائل الإعلام على تعزيز ثقافة وريادة الأعمال من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، يمكن أن تساهم في بدء مشاريعهم الخاصة وتحفيزهم على التفكير بشكل إبداعي وريادي. ويمكن أن تؤثر وسائل الإعلام على اهتمام المستثمرين والمبتكرين بمجالات معينة، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وتسريع عمليات الابتكار. طبعا النتائج لن أقف على تحليل النتائج بمعنى تحليلها، ولكن سوف أستعرض معكم أهم النتائج البحثية والمناقشات اللي توصلت إليها من خلال النتائج اللي هي ظهرت من هذا. يوجد مستوى مرتفع من الوعي لدى المواطنين الإماراتيين بأهمية التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال، ويوجد تقييم إيجابي لواقع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال في دولة الإمارات من وجهة نظر عينة الدراسة. وتوجد فاعلية مرتفعة لقنوات الاتصال والتواصل بين أصحاب المشاريع التجارية. وتوجد تحديات ومعوقات ذات دلالة إحصائية تواجه رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات، راح أخص منها ارتفاع تكلفة التسويق للمشاريع، وجود منافسة سوقية إلكترونية قوية، صعوبة التعرف على احتياجات العملاء ضمن عالم افتراضي مبهم يمكن يكون غير مصرح عن هويته، فيصعب عليهم عرض المنتجات ضمن المواصفات التي تتوافق مع متطلباتهم. طبعا التوصيات، توصلت إلى مجموعة من التوصيات اللي هي زيادة حجم المعاملات التجارية في دولة الإمارات من خلال دمج المزيد من الخدمات والقطاعات ضمن المنصات الإلكترونية، تسهيل تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الريادية، نشر الوعي بأهمية تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الريادية، وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الحكومية الداعمة من خلال إنشاء منصات رقمية تتيح للتواصل المباشر والفعال، وتكثيف التدريب على أهمية التجارة الإلكترونية بين المواطنين. بالنهاية راح أختم العرض بفيديو قصير، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. صوت الفيديو مش واضح معانا أستاذ عواطف، ولا حضرتك عاملاه من غير صوت؟ والله يا دكتورة في صوت للأسف، يمكن عندكم مشكلة في القاعة. آه طيب، معلش برضو الدعم الفني معانا في القاعة، بعد إذنكم عايزين نستمع للفيديو. من القاعة، من اللابتوب عندها، عند حضرتك. طيب رجعي كده يا أستاذة عواطف. الصوت ينسمع أعتقد دكتورة، حتى اللي معاي أونلاين يسمعون لا لا ما الفيديو. نسمع. شوفي في أيقونة فيها كلمة أوديو، أعتقد تعملي منها الصوت. طيب حاليا اتفضلي كده. لا ما في، ما في صوت، ما ينسمع معاك. لا خلاص تمام. احنا يعني اعتقد هو في اديتنج على الفيديو. افتح المايك، افتح المايك. المايك من عند حضرتك مقفول يا أيوة، استاذة. الفيديو يوضح كيف أن دولة الإمارات أصبحت الأنظار عليها، وكيف أن عفوا، أصبح معكم يتوافد. قاعة الزوم. أعتقد أنه الفيديو لا يصدر الصوت لاعتبار أنه على التقديم، وأعتقد أنه التقديم كافي بما به من معلومات ومن تقديم يغني عن مشاهدة الفيديو. شكرا.
أشكر شكرا. لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة عواطف الحليان باحثة الدكتوراه بالإمارات العربية. والآن معنا، اسمحوا لي حضراتكم، الورقة الثانية للدكتورة سامية بوعبيد من تونس بعنوان تكنولوجيا الاتصال والفعل السياسي في الواقع. معلش دكتورة اعتذر سامية. على المقاطعة، ايش الترتيب اللي ماشيين عليه حضرتكم عشان نعرف امتى دورنا؟ لانكم انتم بلشتوا من الاخر، كأنه دكتور عواطف كانت بالاخر. أنا ده الترتيب اللي معايا حضرتك من منظمي الجلسة، يعني من البداية من أيام، ده هو الترتيب اللي معايا. يختلف كليا عن البرنامج اللي بعتوا لنا اياه حضرتكم. صحيح، آه. يعني احنا المفروض مثلا انا الجلسة الثانية او الثالثة، ولهلا ما عرضت، فعشان نعرف وقتنا كيف لازم نتصرف، انه امتى بدنا نعرض. طيب حضرتك دكتورة أزهار؟ لا، هند. شكرا دكتورة، عفوا اسمحي لي بالتدخل. أعتقد أنه دأب المؤتمرات الحضورية، فرئيس المؤتمر هو من يحدد سير أشغال الجلسات بالرغم من وجود برنامج مسبق. أعتقد دكتورة أنه أنك على الزوم وأنك مرتاحة في انتظار أن يتم المناداة على المشارك، فلا يعني لا يوجد أي سبب للقلق. وفي المؤتمرات الحضورية نحترم قرار رئاسة المؤتمر، وشكرا لك. تفضلي دكتورة في القاعة. دكتورة شكرا تفضلي. دكتور، شكرا لحضرتك. هل دكتورة سامية معنا الآن؟ دكتورة سامية بوعبيد؟ طيب اسمحوا لي ننتقل لدكتورة صفاء غالي من تونس. دكتور صفاء حضرتك معنا؟ مقدمة حضرتك ورقة عن التكامل التكنولوجي. طيب دكتورة فايزة أحمد من فلسطين. حضرتك شاركتي في الجلسة الأولى، مظبوط. ودكتور حسن المطري، في حضرتك شاركت في الجلسة الأولى. طيب معنا المفروض دكتورة بهية بطاوي من الجزائر. دكتورة بهية، طيب هو المفترض كده إنه في ورقتين في الجلسة دي. دكتورة حورية شامة من صباح الجزائر. النور، نعم دكتورة حورية. صباح النور دكتورة سامية. غدا المداخلة غدا وليس اليوم. اليوم أتابع فقط. مداخلة غدا أو المؤتمر الحقيقة كل ده. سامية أبو عبيد، المداخلة غدا منتصف النهار وعشر دقائق. لا هو حضرتك لو جاهزة، لأن هو المؤتمر تقرر لي إنه الجلسات تتتابع اليوم فقط. إيه، نعم. لم تكن لدي المعلومة. إذا كان حضرتك اشتغلت على المحور الخامس، حول العلاقة ما بين وسائل التواصل الحديثة والشأن السياسي، وكيف تساهم في الانتخابات. دكتورة سامية الموضوع، أبو عبيد، حضرتك دكتورة نعم، سامية أبو عبيد، أي سامية أبو عبيد من تونس، أرحب بكم جميعا. أهلا وسهلا. أنا بس هاخد العنوان من حضرتك، لأنه أنا العنوان معي عن تكنولوجيا الاتصال والفعل السياسي في الواقع. نعم، العنوان المقال تكنولوجيا الاتصال والفعل السياسي في الواقع. تفضلي تحدثت حضرتك، على، مع حضرتك 10 دقائق. تفضلي، أهلا وسهلا. نعم، ارتجاليا لأني مستعدة لغدا سأقدم المداخلة ارتجاليا. تحدثت على علاقة وسائل التواصل الحديثة بالشأن السياسي وخاصة في الانتخابات. كيف تساهم هذه الوسائل في العزوف الانتخابي؟ من خلال أشكال تعبيرية عديدة، الصورة والكلمة
وبعض الفيديوهات، واعتمدتوا على دراسة مضمون بعض التدوينات، بعض التدوينات التي جاءت في صفحة الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عندما أعلنت على موعد الانتخابات البلدية السابقة. التدوين حصل التدوين دو صار تفاعل كبير مع التدوينة، وأغلب التفاعلات تحث على عدم المشاركة في هذه الانتخابات. وأعطيت في نص المقال، أعطيت عديد الأمثلة بطريقة الكابتير ديكرون، لقطة الشاشة، كيف أن الكلمة تؤثر في السلوك الانتخابي. وانتهيت في الأخير إلى أن هذه الوسائل، من خلال الوسائل التعبيرية العديدة التي تعتمدها، أثرت نوعا ما في سلوك الناخب. فنرى في التعليقات عديد التعليقات التي تحث على عدم الانتخاب، وتشتم الناخب المشاركين في هذه الانتخابات. وهناك من يعتبرها مهزلة، وهناك من يعتبرها مسرحية، وهناك من يعتبرها منافية للديمقراطية، بحيث هذه التعبيرات تؤثر في سلوك الناخب عموما. لكن انتهيت في الأخير إلى أن ليس فقط هذه الوسائل ساهمت في العزوف الانتخابي، بل هناك أيضا أشياء أخرى ساهمت في هذا العزوف. منها، هناك شق كبير من الناخبين يعتبرون أن التغير السياسي الذي حصل في تونس في 25 جويلية 21 أنه غير ديمقراطي. وهناك أمر كذلك ساهم في تضخيم عدد الناخبين، وهو التسجيل الآلي للمواطنين في هذه الانتخابات. يعني كل من وصل عمر الانتخابات وقع تسجيله آليا بعد 25 جويلية 2021، والغاية من ذلك ليتمتع كل المواطنين بحق الانتخاب. فأظهرت هذا الارتفاع الكبير في عدد المسجلين في الانتخابات أمام النسبة المتواضعة للمساهمين في الانتخابات، أظهرت انخفاض في نسبة المصوتين، وبالتالي قرأها البعض عزوف، وهي ليست عزوف بالمقارنة مع المشاركات السابقة. عندما نقارن العدد في عدد المصوتون في مناسبات انتخابية سابقة في تونس، الانتخابات البلدية 2018، الانتخابات التشريعية 2014، هناك نعم تراجع، لكن ليس تراجع طفيف يعتبر عندما نقارن الأرقام. لكن الذي أظهر نسبة عزوف كبيرة هو التسجيل الآلي. يعني هناك فئة في تونس ستصوت، ونسبة ستصوت وتصوت دائما، لكن عندما بادرت الحكومة الجديدة بعد 25 جويلية 2021 في تونس بالتسجيل الآلي، رفع عدد من لهم الحق في التصويت، فظهرت النسبة ضئيلة. هذا هو الفكرة عامة على المقال، وإن شاء الله ينشر في مجلاتكم ونطلع عليه عبر المجلة. وشكرا. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. حقيقة بحث مهم جدا، ومن ضمن النقاط الثرية اللي فيه
مسألة الصراع ما بين تكنولوجيا الاتصال، من يوجهها ومن يتحكم فيها، والى اي مدى هناك تأثير قوي على الجمهور من واقع ما يقرؤونه ويشاهدونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة سامية. والآن أعتقد معنا دكتورة صفاء غالي، دكتور صفاء من تونس. حضرتك عاملة على التكامل التكنولوجي انتجراسيون دي تكنولوجي. طيب دكتور صفاء الآن ليست معنا. دكتور فايزة أتمت بالفعل إلقاء بحثها في الجلسة الأولى. دكتور حسن حضرتك أتمت إلقاء البحث في الجلسة الأولى. شكرا جزيلا. دكتور بهية بطاوي معنا الآن من الجزائر. حضرتك البحث الخاص بواقع محاربة الأمية الرقمية بالمدرسة الجزائرية. طيب دكتور حورية شيمة، هل دكتور حورية معنا الآن؟ دكتور حورية شيمة مقدمة حضرتك بحث عن استراتيجية الأمن السيبراني في مواجهة الجريمة الإلكترونية. بحث مهم جدا حول السايبر سيكيورتي، نحن نحتاج إليه بشدة. طيب معي أيضا في هذه الجلسة الدكتورة نبيلة زروال من الجزائر. طيب يعني إذا هل في تغيير معنا في الجلسة؟ دكتور هند أبو عيسى هي حاضرة معي في الزوم بس مش في إذا دكتور هند موجودة. إذا حضرتك يعني تقدري تعرضي الآن تبدأي البحث. موجودة بس صوتي مسموع. أفندم دكتور هند صوتي مسموع؟ أيوة واضح. تعطوني الشير سكرين أعرض سلايدات أو بدون سلايدات؟ لا زي ما حضرتك تحبي، عايزه تعرضي بسلايدز تفضلي حضرتك. مع حضرتك 10 دقائق. اوكي يفضل عشان تكونوا عارفين عن ايش بحكي. اتفضلي اهلا وسهلا، مع حضرتك 10 دقائق دكتوره هند، اتفضلي حضرتك. الشاي سكرين مش ظابط عندي، ليش؟ شير سكرين حضرتك؟ هو حضرتك بعتيه عايزاني انا اطلعه من عندي؟ طيب ممكن حد برضه من القاعه، حد من الدعم الفني في القاعه لازم تعطونا اذن من اجل مشاركه الشاشه عشان لازم هي بس عايزة تحط السلايد يا دكتور هند. معاكم بس انا بدي اعمل شير سكرين، المفروض انكم تعطوني اني اعمل شير سكرين او خلص اشرح من دون سلايدات. سمحي لي دكتورة اقولها بس. عذرا دكتورة، خاصية الشير سكرين مفعلة. بتحصلينه تحت موجود في ال بعطيني انه ما عندي صلاحيه اعمل شير سكرين. مع الأسف الخاصية مفعلة وقد عرضت اوكي المشاركة قبلكم، تمام المرجو فقط التأكد. مش مشكله بنعرض بدونها عادي. تمام دكتورة هند، فلنستمع لحضرتك واحنا كلنا اذان صاغيه يا دكتور. البحث عنوانه هو عن التسويق بالمؤثرين ودوره في زيادة انتشار العلامات التجارية من وجهة نظر وكالات الإعلام.
طبعا احنا كنا عارفين قديش دور وسائل التواصل الاجتماعي هلا صار فعال، صارت الشركات او العلامات التجارية تسعى لخلق تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وزي ما كانت تسعى لخلق تواجد على الحياة او تسعى لخلق تواجد في المنطقة اللي بتشتغل فيها او في العالم العادي، فهي كمان تسعى لخلق تواجد في العالم الرقمي وتحتاج لوسيط لمساعدتها على ذلك. ومن هون ظهرت مشكلة الدراسة التي تمثلت في مع دور التسويق بالمؤثرين في زيادة انتشار العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسات وخلق تواجد واسع لها من وجهة نظر وكالات الإعلان. انبثق عن هذا السؤال الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية، وتمثلت في كيف يساهم التسويق بالمؤثرين في زيادة انتشار العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسة من وجهة نظر وكالات الإعلان، والفرق بين التسويق التقليدي الذاتي للمؤسسات والتسويق بالمؤثرين، ورأي وكالات الإعلان في تبني فكرة التسويق بالمؤثرين كاستراتيجية تسويقية مستحدثة. وهذا السؤال مرتبط بنظرية الدراسة التي تمثلت بنظرية نشر الابتكارات، وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على دور التسويق بالمؤثرين في زيادة انتشار العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسات وخلق تواجد واسع لها، بالإضافة إلى إظهار آلية مساهمة التسويق بالمؤثرين في زيادة الانتشار وتبيان الفرق بين التسويق بالمؤثرين والتسويق التقليدي الذاتي للمؤسسات أو العلامات التجارية، ومعرفة رأي وكالات الإعلانات في تبني فكرة التسويق بالمؤثرين كاستراتيجية تسويقية. أما أهمية الدراسة فتمثلت الأهمية الدراسة العلمية بإثراء مكتبة وحقل التسويق ببحث علمي جديد يعتبر كمرجعية للباحثين والطلبة والمهتمين بقراءات التسويق ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، والتسويق بالمؤثرين بشكل خاص، ويعتبر إضافة علمية جديدة لنظرية انتشار الابتكارات التي تدرس انتشار الأمور الحديثة والجديدة وتقبل الجماهير لها، على اعتبار بأن استراتيجية التسويق بالمؤثرين هي استراتيجية حديثة. أما أهمية الدراسة العملية فهي تتمثل في إثراء الخبرة العملية للعاملين في مجال التسويق والإعلان ووكالات الإعلان، وحتى العاملين في إدارات التسويق في الشركات نفسها، وتضيف لهم تكتيكات تسويقية جديدة من خلال استراتيجية تعتبر حديثة إلى حد ما، وهي التسويق بالمؤثرين. وتمثلت حدود الدراسة عندنا بحدود المكانية في وكالات الإعلان في الوطن العربي، وهي 7 وكالات إعلانية من فلسطين، لبنان، سلطنة عمان، والأردن، ودبي. أما الحدود الزمانية فهي في فترة إجراء البحث، وهي شهر 6 وشهر 5، وهي الفترة الأخيرة لآخر تطور تكنولوجي حدث سواء للتسويق بالمؤثرين أو على حدود وسائل التواصل الاجتماعي. نظرية الانتشار الابتكار وهي الإطار النظري الناظم للدراسة، تعتبر نظرية تقوم بشرح وتفسير كيفية تبني الابتكارات من قبل مجموعة من الأفراد. وتتمثل عوامل رئيسية لهذه النظرية بـ4 عوامل: الابتكار، ويتمثل في دراستنا الحالية بالتسويق بالمؤثرين على اعتباره استراتيجية جديدة في التسويق من خلال إشراك المؤثرين في العملية التسويقية، وقنوات الاتصال التي تتمثل في دراستنا الحالية بشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الوقت والنظام الاجتماعي. وتتكون نظرية نشر الابتكارات من 5 مراحل: المرحلة الأولى المعرفة، وتكون عن طريق جمع المعلومات من خلال وسائل الإعلام عن هذا الابتكار، بعدها يمر بمرحلة الاقتناع بهذه الابتكار واتخاذ القرار، إما القبول أو الرفض، في حال كان رفض فلا ينتقل للمرحلة التالية وهي التنفيذ، وفي حال القبول ينتقل للتنفيذ، ولاحقا التأكيد بالاستمرار في استخدام هذا الابتكار. وتعقيبا على الدراسات السابقة، من خلال مراجعة عدد من الدراسات وتحليل عدد من الدراسات السابقة، تبين وجود فجوة رئيسية، وهي عدم الحديث عن دور التسويق بالمؤثرين في زيادة انتشار العلامة التجارية، بالأخص من وجهة نظر وكالات الإعلان، لأنهم في الوقت الحالي هم المسؤولين بشكل، خلينا نحكي بشكل مباشر، عن الحملات التسويقية للشركات، حتى لو كان في إدارة تسويق في الشركة نفسها فهي تسعى للتوجه لوكالات الإعلان. أغلب الدراسات كانت تدرس التسويق بالمؤثرين ودوره في التأثير على العملية الشرائية، خلق مزايا تنافسية، وحتى تشكيل آراء المتابعين اتجاه العلامة التجارية. منهجية الدراسة هي المنهج الوصف التحليلي باستخدام الأسلوب الكيفي، حيث تم عمل مقابلات مع عدد من أشخاص مختصين يعملون في وكالات إعلان، وهي مقابلات معمقة، مثل شركة كويك ريتش أجنسي، بلوسوم من فلسطين، ذا كونتنت سافي كمان من دبي، وعدد من الوكالات الإعلان أو الماركتينج أجنسي. وصولا لنتائج الدراسة، فنتائج الدراسة المتعلقة بدور التسويق بالمؤثرين في زيادة انتشار العلامة التجارية كانت تتمثل بأن التسويق، أو حسب ما حكى المبحوثين، بأن التسويق بالمؤثرين له دور كبير في زيادة انتشار علامة تجارية، ليس فقط داخل حدود الدولة التي تعمل فيها، وإنما خارج حدود الدولة، وهذا يسهل على العلامة التجارية في حال إنها أرادت التوسع في يوم من الأيام لخارج حدود الدولة التي تعمل فيها، فهذا يسهل عملية تواجدها وخلق صورة ذهنية عندها
عند الجمهور الخارجي، بالإضافة للوصول لجمهور واسع بشكل أسرع وأسهل، ويرفع الوعي بالعلامة التجارية. حتى لو لم يحقق عائد مادي، فإن العائد الذي يتحقق من خلال التسويق بالمؤثرين هو زيادة الثقة في العلامة التجارية والمصداقية وتكرارها في ذهن الجمهور المتلقي لمحتوى المؤثر. بالإضافة بأنه بيزيد من التفاعل المشاركة، لأن التسويق أو المؤثر يصنع محتوى جذاب يدفع الجمهور للمشاركة معه أو مع العلامة التجارية. أما فيما يتعلق بمساهمته في زيادة انتشار العلامة التجارية، فالمساهمة الأساسية تكمن في القدرة العظمى على استهداف الجمهور المستهدف بشكل مباشر، أو الجمهور المعني بهاي الخدمة أو المنتج اللي بتقدمه العلامة التجارية. كيف يعني؟ يعني إذا إحنا شركة بنقدم خدمات سفر أو خدمات سياحة، فأنا بروح لمؤثر المحتوى تبعه متعلق بالسياحة والسفر، لأن الجمهور اللي عنده بيكون مهتم بهذا المحتوى. فلما يروج للعلامة التجارية تبعتي اللي بتحكي عن السياحة والسفر، فأنا جمهوري راح آخذ اهتمام المتابعين الموجودين عنده، لأنه هذا كمان اهتمامهم. بالإضافة بأنه بخلق في الجمهور الرغبة في التجربة لإشباع الفضول حول اتجاه أو حول أو اتجاه العلامة التجارية، سواء كانت خدمة أو منتج. في المقابلات التي تم عملها، واحد من المبحوثين فقط لم يتفق مع فكرة التسويق بالمؤثرين، وأكد بأنها استراتيجية غير فعالة أبدا، ويمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون المؤثرين، ويمكن أن نصنع المحتوى بدون المؤثرين. وهو واحد فقط من المبحوثين الذي اعترض على فكرة التسويق بالمؤثرين أو استراتيجية التسويق بالمؤثرين. فيما نعمل يتعلق عليه بالفرق دراسة بين حالة ده يا دكتور، نعمل عليه دراسة حالة ده يا دكتور، ده هو طبعا الواحد. اتفضلي حضرتك. يتعلق بالفرق بين التسويق التقليدي الذاتي للعلامات التجارية والتسويق بالمؤثرين. فالتقليدي يستهدف عدد كبير من الجماهير، ولكن باستهداف قليل، قد يصل المحتوى لجمهور غير مهتم بهذا المنتج أو بهذه الخدمة. أما بالمؤثرين فهو يكون استهداف دقيق ومحدد. أما التسويق التقليدي موثوقية أقل، لأن الجمهور يدرك بأن الهدف من هذه الإعلانات هو تحقيق عائد ربحي للشركة فقط، وليس اهتمام بخدمة الجماهير. بينما التسويق بالمؤثرين ذات موثوقية أكبر، كونه يصدر من شخص المتابعين الموجودين عنده يثقون فيه ويشعرون بأنه بحب أنه يحقق لهم إشي معين أو أنه بحب مصلحتهم. التسويق التقليدي يحتاج لميزانية عالية، وبعض الأحيان ندفع ميزانية عالية على التسويق التقليدي ولا يحقق أي هدف، أو لا قد لا يصل للجماهير. أما التسويق بالمؤثرين فهو ذو مرونة أكثر، تكلفة أقل، ونتائج سريعة، من الممكن قياس النتائج كمان بسرعة. التفاعل في التسويق التقليدي يكون أقل، ولا نستطيع أخذ ردة فعل الجماهير غير إذا تمت عملية الشراء أو الاستهلاك. بينما بالتسويق بالمؤثرين يخلق تفاعل مع الجمهور واتصال باتجاهين بين العلامة التجارية وبين الجمهور، وقد يكون المؤثر في هذه الحالة هو الوسيط. تبني فكرة التسويق بالمؤثرين كاستراتيجية تسويقية مستحدثة، أكد جميع المبحوثين باستثناء المبحوث المعارض بأن فكرة تسويق الفيروس ضروري تبنيها في جميع مراحل العملية التسويقية كأسلوب مستحدث في التسويق أو تكتيك يساعد على تحقيق الأهداف التسويقية. وأكد جميع المبحوثين حتى المعارض بأن المنصة المستخدمة بالأكثر من قبل المؤثرين للتسويق للعلامات التجارية هي الإنستغرام. وصولا لتوصيات دراسة سريعا راح أحكي لكم إياها فيما يتعلق في المجال العملي، فنوصي العاملين في حملات تسويقية سواء في إدارة التسويق في العلامة التجارية نفسها أو وكالات التسويق والإعلان باستخدام التسويق بالمؤثرين كتكتيك لزيادة الوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير. وفي حال أرادت العلامة التجارية توسيع عملها لخارج حدود دولتها، فتستهدف مؤثرين من الدولة التي تريد استهدافها للوصول للجماهير الموجودة في هذه الدولة. واستخدام المؤثرين في الحملات التسويقية كوسيط يتم من خلاله خلق محتوى تفاعلي مع الجمهور يدفعهم للاهتمام بالعلامة التجارية ويدفعهم للمشاركة في المحتوى الذي يخلقه المؤثر أو يصنعه مؤثر او صانع المحتوى. بالاضافه لهيك، من اهم التوصيلات اللي لازم نحكي عنها بانه نختار المؤثر بعنايه وحذر، ويكون ذو ثقه ومصداقيه، لانه اذا اخترنا مؤثر لا يوجد مصداقيه عنده، او لا سمح الله سمعته كانت سيئه، فهو بالتالي راح ياثر على العلامه التجاريه، لانه سمعه المؤثر من سمعه العلامه التجاريه، ممكن يكره العلامه التجاريه اللي حكى عنها لانه هو مكروه بالنسبه للناس اللي بتتابعه، ممكن بتتابع بس فضول لحتى تشوف حياته. بالاضافه انه لازم نستخدم هاي التقنيه او التسويق بالمؤثرين كاستراتيجيه، سواء كان الاعلان عن خدمه، منتج، زياده انتشار، بناء أو تحسين صورة ذهنية وغيره من أهداف العلامة التجارية. نختمها بتوصية للباحثين والأكاديميين بضرورة إجراء بحوث دراسات حول دور التسويق بالمؤثرين في دفع الجمهور لاتخاذ خطوة الشراء أو الاستهلاك، أو التسويق بالمؤثرين ودرجة موثوقية الجماهير بما يقدمه المؤثر من محتوى إعلاني، وضرورة إجراء بحث مقارنة بين التسويق بالمؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق بالمشاهير من لاعبين، مغنيين، ممثلين وما إلى ذلك. وشكرا لحسن استماعكم، وأسف على الإطالة.
شكرا جزيلا دكتورة هند أبو عيسى، البحث مميز الحقيقة، وأعتقد كل من يتعامل مع التسويق والعلاقات العامة والإعلان يهم جدا أنه يتعرض لهذا البحث ويقرأ نتائجه وتوصيله. شكرا جزيلا لحضرتك. معي الآن على زوم دكتورة ديمة صوالحة. نعم، السلام عليكم. نعم، عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، نبدأ نستمع إلى البحث مع حضرتك في يعني تقريبا في خلال 10 دقائق. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع على ما تعيشه البلاد وعلى ما يعانيه أبناء شعبنا وإخواننا في قطاع غزة من ظلم واضطهاد، ولا يسعنا سوى الدعاء لهم بالفرج والنصر القريب إن شاء الله. وبذلك نبدأ، أنا الأستاذة ديمة صوالحة وزميلتي الأستاذة هند ناصر، ماجستير علاقات عامة معاصرة من جامعة النجاح الوطنية. عنوان بحثنا هو القنوات الإعلامية الرقمية وأثرها على الحراك السياسي داخل الجماعات الغربية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة. صفحة نجمة الأس جي بي على نصف الانستغرام مثال. مشكلة تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على دور القنوات الإعلامية الرقمية وأثرها على الحراك السياسي داخل الجامعات الغربية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة، ومن خلال دراسة وتبيان نظرية الحركة الاجتماعية التي وظفتها صفحة نشنال الاس جي بي في منشوراتها التي قامت بمشاركتها على صفحتها على منصة الانستغرام، وتحديدا المنشورات التي قامت بمشاركتها على صفحتها على منصة خلال الفترة الزمنية الممتدة من 15 ابريل نيسان 2024 الى 15 مايو ايار 2024، حيث شهدت هذه الفترة نشاطا سياسيا غير مسبوقا بين شباب الجامعات الغربيه، وتمثل هذا الحراك في الاعتصامات والمظاهرات والدعوه الى تنظيم نشاطات مختلفه في الشارع الغربي، والتي تهدف بشكل رئيسي الى مطالبه الدول والحكومات الغربيه بوقف الدعم المادي او المالي الذي تقدمه الى الاحتلال الاسرائيلي خلال حربه على قطاع غزه، والدعوه الى وقف المجازر المستمره والمرتكبه بحق ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع. أسئلة الدراسة، السؤال الرئيسي كان ما دور العلاقات الإعلامية الرقمية في الحراك السياسي داخل الجامعات الغربية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة؟ وينبثق عن هذا السؤال المركزي الأسئلة الفرعية التالية: ما هي الأطر الاستراتيجية المستخدمة في صفحة ناشونال اس جي بي على منصة الانستغرام خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة؟ ما هي الاستراتيجيات التي وظفتها صفحة ناشونال اس جي بي على منصة الانستغرام من أجل تعبئة الموارد خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة؟ وكيف استغلت صفحة الناشونال اس جي بي هيكل الفرص السياسية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة من أجل حشد الرأي العام؟ أهداف الدراسة: التعرف على الأطر الاستراتيجية المستخدمة في الصفحة خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة، والكشف عن الاستراتيجيات التي وظفتها صفحة ناشونال اس جي بي على المنصة على منصة الانستغرام من أجل تعبئة الموارد خلال الحرب على القطاع، وتوضيح كيفية استغلال الصفحة لهيكل الفرص السياسية خلال الحرب من أجل حشد الرأي العام. أهمية الدراسة: الأهمية العلمية والنظرية تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في التعرف على دور القنوات الإعلامية الرقمية في الحراك السياسي داخل الجامعات الغربية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة من خلال دراسة نظرية الحركة الاجتماعية المتبعة في منشوراتها في منشورات صفحة ناشونال اس جي بي على منصة الانستغرام خلال الفترة الزمنية البحثية الممتدة من 15 ابريل الى 15 مايو 2024، وكما تعد هذه الدراسة مرجعا علميا للباحثين في نفس المجال، بالاضافة الى اثراء المكتبات الاكاديمية بدراسة تبحث في دور المنظمات الرقمية وتأثيرها على الحركات الاجتماعية. الأهمية العلمية والتطبيقية: تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في الخروج بنتائج وتوصيات حول أهمية المنصات الإعلامية الرقمية ودورها في تغيير مجريات الأحداث والحروب، وأحياناً تغيير المستقبل بأكمله. والآن أترككم مع زميلتي الأستاذة هند ناصر للاستكمال في حدود الدراسة وما بعد. تفضلي أستاذة هند. أستاذة هند معانا على زوم؟
هند مسكي المايك، افتح المايك. تمام، يعطيك العافية ديما. راح أستكمل معاكم حدود الدراسة. بداية، الحدود الزمانية تمثلت الفترة البحثية في فترة التحليل الممتدة من 15 نيسان إلى 15 أيار 2024. الحدود المكانية التزمنا بصفحة ناشونال اس جي بي على منصة الانستغرام. أما الحدود الموضوعية فتتمثل في الكشف عن دور القنوات الإعلامية الرقمية في الحراك السياسي داخل الجامعات الغربية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة. أما بالنسبة لنظرية الدراسة فاعتمدنا على نظرية الحركة الاجتماعية Social Movement Theory، واللي بتعتمد على 3 نهج أساسية. بداية، الإطار الاستراتيجي، وكيف هون بنقدم الحركة الاجتماعية الأحداث والقضايا والرسائل بطريقة بتعمل على تعبئة وحشد الجمهور. عندنا كمان تعبئة الموارد، وكيف هون بنوظف الموارد المتنوعة من قبل كيف الحركة الاجتماعية بتوظف الموارد المتنوعة لتعبئة الجمهور. وأخيرا عندنا هيكل الفرص السياسية، وهو يشير إلى التكوينات المحددة والترتيبات المؤسسية والتحالفات السياسية والسوابق التاريخية اللي بتأثر على نجاح الحركة الاجتماعية والتعبئة والتنظيم. أما بالنسبة لمنهجية الدراسة وإجراءاتها، فاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج المسحي اللي بندرج ضمن البحوث الوصفية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المنشورات اللي تمت مشاركتها على صفحة ناشونال اس جي بي على منصة الانستغرام خلال الفترة البحثية المحددة للدراسة. واعتمدنا على عينة المسح الشامل لجميع المنشورات، واللي بلغ عددها 41 منشور. كما تم ذلك من خلال استخدام أداة تحليل المحتوى اعتمادا على تحليل المحتوى الاستقرائي. بننتقل لنتائج الدراسة. عندنا أول إشي الأطر الاستراتيجية المستخدمة في صفحة ناشونال اس جي بي، زي ما هو ظاهر عند حضراتكم بالسلايد. عندنا كان إطار الدعوة للمشاركة كول تو أكشن في المرتبة الأولى، وعندنا كان إطار نقل الصورة من داخل قطاع غزة كان في المرتبة الأخيرة. أما فيما يخص الاستراتيجيات المستخدمة في صفحة ناشونال اس جي بي من أجل تعبئة الموارد، فكانت عندنا استراتيجية التعبئة الإعلامية الأكثر تناولا في الصفحة بتكرار 31، ومن ثم يليها التعبئة النفسية، وأيضا ثم التعبئة البشرية، وأخيرا التعبئة المالية. كيف أما بالنسبة لكيف استغلت صفحة ناشونال اس جي بي هيكل الفرص السياسية خلال الحرب الخامسة على قطاع غزة من أجل حشد الرأي العام، بس أنا هون حابة أضيف معلومة إنه إحنا حللنا هيكل الفرص السياسية خارج إطار تحليل المحتوى، يعني على الأسلوب السردي أكثر. فهون تعتبر الحركات الاجتماعية في الدول الغربية الداعمة للقضية الفلسطينية هي ليست وليدة اللحظة، بل لها تاريخ طويل في الدفاع عن الأرض، سواء كان ذلك في الاحتجاجات، الأنشطة، الفعاليات والحملات المختلفة. كان أبرزها حملة المقاطعة اللي انطلقت عام 2005 والمستمرة حتى الآن. وكمان الحراك الطلابي له تاريخ طويل وجذور طويلة في الجامعات الغربية، مثل كان احتجاج جامعة كولومبيا بعام 1968 ضد الحرب الأمريكية على فيتنام، والمطالبة بوقف الحرب وضد الأبحاث العسكرية التي تعقد أو تقام. كمان أثبتت صفحة ناشونال اس جي بي أن تأثيرها الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حشدها للجمهور ورفع الوعي ضد التطهير العرقي والإبادة الحاصلة على قطاع غزة. فكانت هي 7 أكتوبر، هي يعني صفحة، هي الحراك الطلابي هو موجود من قبل، لكن هي كانت 7 أكتوبر هي كانت فرصة لأنها تنطلق أكثر وتثبت وجودها. ولكن المسألة تراكمية طبعا دكتورة هند. يعني طبعا. أما في وصولا أما فيما يخص الاستنتاجات، فاستنتجنا أو طلع معنا أنه صفحة ناشونال اس جي بي على منصة الانستغرام توظف في منشوراتها أطر استراتيجية معينة من خلال تقديم الأحداث والرسائل بطريقة تعمل على تعبئة وحشد الجمهور والتأثير على الرأي العام. كمان تولي الصفحة اهتماما للتعبئة الإعلامية والنفسية والبشرية كجزء من استراتيجيتها بشكل أكبر من التعبئة المالية، وهذا بدل على أنها بتركز في منشوراتها على تعزيز الصمود والوحدة والتماسك مع الحراك الطلابي في الجامعات الغربية الداعم للقضية الفلسطينية، كما أنها بتعتبر حشد الدعم البشري والمعنوي هو أمر جوهري في الحراك الاجتماعي. والنجاح الفعلي بيعتمد للحركات الاجتماعية بشكل رئيسي على الاستراتيجيات والتكتيكات المستخدمة في الحراك التأثير على تصورات الجمهور وإحداث التغيير الإيجابي، وأن المنصات الرقمية مكنت الطلبة في الجامعات الغربية من التعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم، وساعدت في تشكيل الحراك الاجتماعي في الشارع الغربي على عكس الوسائل الإعلامية التقليدية. تعتبر منصات التواصل الاجتماعي أداة داعمة وفعالة لتعبئة الموارد، كما أنها بتشكل عنصر أساسي في زيادة الوعي وتشجيع الأفراد على المشاركة في الاحتجاجات والفعاليات والأنشطة
والانضمام للحراك الاجتماعي. فيما يخص أخيرا التوصيات، التوصيات في ضمن الإطار العملي، فنوصي بإطلاق حملات توعوية وورش عمل مكثفة من قبل المؤسسات الحكومية الفلسطينية وغير الحكومية حول أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة لتنظيم الحراك الاجتماعي وتعزيز نجاحه، وألا يقتصر ذلك على المؤسسات، بل يجب على أبناء الشعب الفلسطيني توظيف الوسائط الرقمية بشكل أكبر في رحلتهم للدفاع عن الأرض وسد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإيصال الصوت للشعوب الغربية بشكل أكبر. كذلك التعاون وعمل شراكات مع المنظمات المختلفة ووسائل الإعلام والمؤثرين من أجل الوصول إلى أكبر فئة ممكنة وجمهور أوسع لحشد الرأي العام. كما التنسيق والتعاون ما بين الجامعات العربية والغربية لدعم الحركات الطلابية وتبادل الخبرات من خلال ندوات وورش عمل تتناول موضوع الحراك الاجتماعي وأثره على الصعيد المحلي والدولي. أما فيما يخص التوصيات من الجانب العلمي، فنوصي بإجراء دراسات مستقبلية من منظور آخر ووفقا لنماذج ونظريات اتصالية حول الاستراتيجيات الاتصالية الرقمية اللي توظفها الصفحات التابعة للحركات الاجتماعية وتحليل تفاعل الجمهور مع هاي الاستراتيجيات. كما نوصي بإجراء دراسات مستقبلية تستخدم منهج تحليل المحتوى لمعرفة كيفية استفادة الصفحات التابعة للحركة الطلابية من هيكل الفرص السياسية، كما تم توضيحه سابقا انه احنا حللنا هذا الاشي خارج اطار تحليل المحتوى، فبنوصي مستقبلا انه يتضمن ضمن تحليل المحتوى. وشكرا لكم. شكرا دكتورة هند، شكرا جزيلا لحضرتك ودكتورة ديما صوالحة. الحقيقة البحث يعني لمس قلوبنا زي ما لمس عقولنا، شكرا جزيلا لحضراتكم. طيب معنا أيضا دكتورة سلافة. دكتورة سلافة، موجودة، نعم أهلا وسهلا، أهلا فيكي. حضرتك جاهزة الآن تعرض لنا البحث صحيح الخاص بحضرتك؟ صحيح، بس بدي أعرض اتفضلي. دكتورة سلافة عزمي، هيك تمام. حضرتك من جامعة، جامعة القدس المفتوحة فلسطين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا فيكي. بس ننتقل. السلايدز ظاهرة عندنا بس جاية على صحيح، جاي النتائج. على السندجات. صحيح، بدي أنتقل. أغلب هيك هيك واضح ولا كيف؟ هي السلايدز واضحة بس يعني جاهزة على الاستنتاجات مباشرة. تمام، ثواني. إذا تحبي حضرتك تعرضي ثم الجزء الخاص بالاستنتاجات هو واضح أمامنا، وتبدأي لو في صعوبة في التحرك. اوكي، تمام. تفضلي تفضلي دكتورة سليم. ما في مشكلة. صحيح. عنوان الدراسة، بداية هي عنواننا توظيف النشطاء الفلسطينيين لاستنتاج لاستراتيجيات الاتصال للتأثير على مواقف الجمهور خلال معركة طوفان الأقصى، دراسة تحليلية لمحتوى الانستغرام في صفحة الناشط معتز عزازي. أنا معلش هستوقف حضرتك. توظيف النشطاء الفلسطينيين على توظيف لاستراتيجيات الاتصال لاستراتيجيات الاتصال. تمام للتأثير على مواقف الجمهور. أنا الأستاذة سلافة عزمي حنايشة، مع الأستاذة آلاء سمارة بالدراسة لكن متغيبة بسبب ظرف. نبلش بمشكلة الدراسة. بتتمثل مشكلة الدراسة في معرفة مدى توظيف استراتيجيات الاتصال من قبل الناشط معتز عزايزة على حسابه عبر منصة إنستغرام خلال معركة طوفان الأقصى في محاولة لكسب موقف الشعوب حول العالم نحو القضية الفلسطينية من خلال نقل المعاناة اليومية للغزيين في سياق هذه الحرب. النظرية المستخدمة في الدراسة نظريتين، هو النظرية الأولى هي النموذج الموقفي لاستراتيجيات الاتصال رولر، والإطار الثلاث الأبعاد. عندنا النموذج الموقفي لاستراتيجيات الاتصال رولر بتعد الفرضية الأساسية أنه يصعب استخدام استراتيجية واحدة للاتصال، أي لا يوجد استراتيجية مثلى لكل المواقف. إما أن يتم استخدام الاستراتيجية الأنسب لكل موقف اتصالي أو مزج هذه الاستراتيجيات في موقف واحد. الإطار ثلاث الأبعاد هو أحد الأهداف الرئيسية للدبلوماسية الرقمية،
في تعزيز أهداف السياسة الخارجية من خلال التأثير على الرأي العام في البلدان الأخرى، ومن أجل إعلام الجمهور والتأثير عليه كنشر المعلومات في اتجاه واحد والمحادثة الثنائية الاتجاه. نبرر استخدام نموذج رولر في الدراسة الحالية بأن حساب الناشط معتز عزايزة يطرح ويمزج الاستراتيجيات الاتصالية الأربعة، وهي الاستراتيجية الإعلام والإقناع والحوار وبناء الإجماع. أما استخدام الإطار ثلاثي الأبعاد لمعرفة أثر هذه الاستراتيجيات على حساب الناشط عزائزة. أسئلة الدراسة عندنا السؤال الرئيسي كان هو مدى توظيف الناشط معتز عزايز لاستراتيجية الاتصال على حسابه عبر منصة إنستغرام خلال معركة طوفان الأقصى وفق نموذج رولر. عندنا الأسئلة الفرعية، ما أبرز الاستراتيجيات الاتصالية اللي استخدمها الناشط لنموذج رولر؟ السؤال الثاني كان كيف أثر توظيف استراتيجيات الاتصال من قبل الناشط على مواقف الجمهور من خلال دراسة مدى تفاعل الجمهور وفقا للإطار ثلاثي الأبعاد؟ ثالثا، ما نوع المعلومات التي استخدمها الناشط معتز عزايزة لإعلام الجمهور والتأثير عليه أثناء معركة طوفان الأقصى وفقا للإطار ثلاثي الأبعاد؟ رابعا، ما مدى مساهمة الأزمات والحروب في توسيع الوجود الرقمي لصفحات النشطاء الفلسطينيين الناطقة باللغة الإنجليزية؟ وأخيرا وخامسا، كيف تساهم الأزمات والحروب في تعزيز الدبلوماسية الرقمية في ظل مواجهة صفحة معتز عزايزة على منصة انستغرام لمعركة طوفان الأقصى؟ الأهداف الدراسية هي تنعكس من الأسئلة أسئلة الدراسة. عندنا الهدف الرئيس كان انعكاس للسؤال الرئيس، وهو الكشف عن مدى توظيف النشطاء الفلسطيني الناشط مدى توظيف الناشط معتز عزاز لاستراتيجيات الاتصال. والأهداف الفرعية كمان هي 5 أهداف تنبثق عن الأسئلة الفرعية الخمسة السابقة. حدود الدراسة كانت عندنا الحد المكاني هو حساب الناشط معتز عزايزة على منصة إنستغرام، وتم اختيار هذا الحساب بشكل خاص باعتباره من الحسابات الفلسطينية النشطة، حيث يتابعه 18.6 مليون شخص عن جنسيات مختلفة حسب آخر تحديث للحساب بتاريخ 12 فبراير 2024، وهو وقت الدراسة. تفضلي. وقت إجراء الدراسة. أنا مع حضرتك. صحيح. الحد الزماني يتمثل في عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت بتاريخ 27 الأول أكتوبر 2023، وبالتالي يمكن وصف الحدود الزمنية بدقة في الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 إلى 22 يناير 2024، وهي فترة تواجد الناشط معتز عزايزة داخل قطاع غزة قبل إجلائه إلى قطر، حيث يعتبر من أبرز الشخصيات الذي وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المعركة. أهمية الدراسة عندنا تنقسم إلى الأهمية العلمية الأكاديمية والأهمية العملية التطبيقية عفوا. الأهمية العلمية الأكاديمية تعتبر هذه الدراسة إضافة جديدة لمجال البحث العلمي، كونها الدراسة الأولى التي تربط بين نموذج رولر والإطار ثلاثي الأبعاد. تسعى للكشف عن استخدام الاستراتيجيات الاتصالية عبر منصة إنستغرام للتأثير على مواقف الجمهور وفقا لنموذج رولر، وتوضيح أثر استخدام هذه الاستراتيجيات وفقا للإطار ثلاثي الأبعاد. الأهمية العملية التطبيقية تكمن من خلال بيان كيفية توظيف استراتيجية الاتصال في معركة طوفان الأقصى على حساب الناشط معتز عزايزة. سوف يساعد النشطاء الفلسطينيين في معرفة عفوا كيفية استخدام استراتيجيات الاتصال لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي للتأثير على مواقف الجمهور حول العالم نحو القضية الفلسطينية. أما بالنسبة للمنهجية وإجراءات الدراسة، استخدمنا منهج المسحي، والأداة الدراسة كانت أداة تحليل المضمون. عينة الدراسة كانت عينة المسح الشامل، وتبلغ عددها 139 منشور على حساب الناشط معتز عزايز على إنستغرام. ننتقل لنتائج الدراسة. عندنا تنقسم النتائج إلى نتيجتين: النتائج المتعلقة في نموذج رولر،
والنتائج المتعلقة في إطار ثلاث الأبعاد. النتائج المتعلقة في نموذج رولر تم استخدام التكرارات والنسب المئوية للاستراتيجيات الاتصالية التي وظفها عزايزة في الإنستغرام لعينة الدراسة من المنشورات، حيث حلت فئة استراتيجية الإعلام بالمرتبة الأولى من منشوراته، فيما حلت استراتيجية الإقناع بالمرتبة الثانية، وحلت الاستراتيجية الحوار في المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة والأخيرة فقد جاءت في استراتيجية بناء الإجماع، حيث تبين مزج الاستراتيجيات الاتصال من قبل الناشط معتز عزايزة في منشوراته. النتائج المتعلقة في الإطار ثلاثي الأبعاد، في عنا البعد الأول الأجندة. تم تصنيف منشورات صفحة الناشط معتز عزايزة خلال فترة الدراسة المحددة إلى ثلاثة مواضيع أساسية تتعلق بأهداف الناشط من النشر، وهي نشر جرائم الاحتلال خلال معركة طوفان الأقصى، جاءت بالمرتبة الأولى. وفي المرتبة الثانية توثيق الخسائر البشرية والمادية داخل القطاع، وأخيرا إظهار تجربته كصحفي خلال معركة طوفان الأقصى داخل القطاع. البعد الثاني وهو توسيع الوجود. المجموع الكلي لإعادة نشر مشاركة الفيديوهات المنشورة على حساب الناشط عزايزة من قبل الجمهور بلغ حوالي 8 مليون مشاركة. ومن منظور إطار ثلاثي الأبعاد، يعد معدل إعادة المشاركة أو النشر في حساب الناشط عزايزة كبير جدا. ننوه أن عدد المنشورات الأصلي قل في تحليل بعد توسيع الوجود عندما تم استثناء الصور من المنشورات بسبب عدم ظهور عدد المشاركات عليها في خاصية الإنستغرام، وتم تحليل الفيديوهات فقط لظهور عدد المشاركات فيها. البعد الثالث وهو توليد المحادثات. خلال الفترة الزمنية المحددة للدراسة قمنا بجمع عدد التعليقات في المنشورات والبالغة 3.5 مليون تعليقا، وجاء الردود صفرا من قبل الناشط بسبب عدم إمكانية الرد رهن الظروف التي كان يمر بها خلال فترة الحرب، بينما خلق من خلال هذه التعليقات على منشوراته تفاعلا كبيرا ونسبة ردود عالية بين الجمهور. الاستنتاجات الذي خرجنا بها من هذه الدراسة، عن عمل عزايزة على التصدي للدعاية الإسرائيلية المجملة أمام العالم، وولى عزايزة اهتماما كبيرا في الاستراتيجيات الاتصالية. نجحت صفحة الناشط معتز عزايزة في الإطار ثلاثي الأبعاد على الرغم من اتباع منهج عدم الرد، إلا أنه لم يخفق في توليد المحادثات، حيث خلق حوارات ونقاشات واسعة بين الجمهور في التعليقات. ساهمت دبلوماسية الحروب الرقمية في إيصال صوت الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة في معركة طوفان الأقصى إلى العالم. كما ساهمت الحرب في توسيع الوجود، وكان ذلك واضحا من حجم المشاركات لمنشورات صفحة الناشط. يختلف استخدام الاستراتيجيات الاتصالية حسب الهدف الذي يسعى القائم بالاتصال إلى تعزيزه، ومزج هذه الاستراتيجيات في موقف واحد. نوصي الباحثين والدراسات المستقبلية بضرورة إجراء دراسات بحثية تتعلق بالدور الهام الذي يلعبه النشطاء الفلسطينيين بالدبلوماسية الرقمية في التصدي للدعاية الإسرائيلية في ظل الحروب، في ظل تراجع فعالية الإعلام الفلسطيني والقنوات الإخبارية. كما نوصي بإجراء أبحاث مستقبلية في دور النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات أخرى غير نموذج رولر والإطار ثلاثي الأبعاد. ونوصي بالاستمرار بمنهج النشر باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية لإيصال الصورة الحقيقية وصوت الشعب الفلسطيني لأكبر قدر ممكن من الجمهور حول العالم. وأخيرا العمل على إبراز المادة الإعلامية الفلسطينية التي يقدمها النشطاء الفلسطينيين في منصات التواصل الاجتماعي، وما تلعبه من دورا هاما في إيصال الحقيقة للجمهور. ننهي إلى هنا، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا استاذه سليفه. موضوع غايه في الاهميه، توظيف النشطاء الفلسطينيين لاستراتيجيات الاتصال، وتحديدا دراسات الحيلة بتبقى لها نتائج سريه الحقيقه. فانا بشكرك على ان انتم اخترتوا نموذج حاله معينه وهي الناشط معتز عزايزه، فدراسات الحاله فعلا بتظهر لنا نتائج يمكن اكثر تعمقا ربما من بعض الدراسات الاخرى التي تعتمد على المسح وفقط.
طيب الحقيقة يعني إلى هنا لا دكتورة لو سمحتي، أنا دكتورة رنيم جوابري، موعدي كان قبل بنص ساعة وأنا موجودة من قبل، بس ما حدا ما حكيتي اسمي. أنا مش شايفاكي، كنت على زوم دكتورة رنين. أنا عندي الكاميرا معطلة، أنا عندي الكاميرا معطلة، بس أنا مشتركة ببحث أنا والأستاذ دكتور حمدي محمود من مصر. تفضلي، أهلا وسهلا دكتورة رنين، أهلا وسهلا أوكي. بحضرتك. يعطيك العافية دكتورة، بس خليني أعمل أشير البروبوزال. تفضلي دكتورة رنين. تمام. هل هناك أحد من الباحثين متواجد بعد دكتورة رنين؟ أنا أعتقد كده إننا كل على السادة الباحثين على زوم. أنا أوكي. موجودة، أنا وراها إن شاء الله. إنتار دكتورة أزهار. أيوة تمام دكتورة أوكي أزهار. دكتورة، واضح عندك؟ اتفضلي. واضح، بس ممكن تكبري من عند حضرتك، تعملي فول سكرين بعد إذنك، أوكي دقيقة شوي. أو تمام، يعني إحنا يعني حاطين على الشاشة باين إنه مقروء يعني. تفضلي حضرتك يا دكتورة رنين. هيك أتعرف دكتور على واضح؟ حضرتك؟ أي واضح هو. اوكي ماشي. انا دكتورة رنين جوابرة من الأردن، راح مشتركة ببحث مع الدكتور حمدي محمود من مصر بعنوان تأثير استخدام تقنيات الاتصال على الجمهور في ضوء القيم والأخلاقيات الإعلامية. يعني هنا أنا بدنا نركز بشكل خاص على الآثار اللي خلفتها التكنولوجيا والإعلام في ضوء الذكاء الاصطناعي على الأخلاق بشكل خاص، يعني بدنا نحكي إنه السلبيات والتداعيات اللي أثرت عليه. هلا مثل ما بنعرف إنه شهد العالم تطورات تقنية كبيرة في مجال العلوم المختلفة، عملت على تغيرات جذرية في جميع مناحي الحياة لكافة المجتمعات بمختلف مستوياتها، وعلى الدول النامية بشكل خاص، أولاً لصعوبة استخدام التكنولوجيا وصعوبة استخدام الذكاء الاصطناعي وصعوبة استخدام التقنيات الحديثة. وأكيد في ظل هاي التطورات الجديدة، الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والاقتصاد الرقمي إلى آخره. وكلنا كمان بنعرف إنه وجدت التكنولوجيا لتسهيل وتيرة حياة الإنسان والمجتمع ورفاهيته، لكن أكيد في معظم الناس، خلينا نحكي وخصوصا فئة المراهقين أو طلاب الجامعة، فئة كبيرة بجهل الأهداف الأساسية من وراء التكنولوجيا، ما بيعرفوا، لا يعرفون طريقة استخدامها أخلاقيا بشكل سليم، فبيستخدموها بطريقة غير أخلاقية لشبكة الإنترنت بشكل خاص، فبتؤدي إلى كثير من التداعيات السلبية مثل الاعتداء على الخصوصيات والتجسس المعلوماتي، سرقة الهويات الشخصية، وانتهاك حقوق الملكيات الفكرية، وتشويه سمعة الآخرين. يعني هون هاي قضية كتير مهمة، قبل ما نحكي عن شو أثرت التكنولوجيا على السياسة وعلى الاقتصاد، لا إحنا بدنا نعرف كيف بدنا ندير استخدام التكنولوجيا في ظل الذكاء الاصطناعي وهاي التطورات الهائلة اللي شهدها العالم وتحديدا في الدول النامية. طبعا أهداف الدراسة، بتعمل التكنولوجيا والثورة والتقنيات الرقمية على تحسين وتسهيل حياتنا اليومية، ويوجد علاقة وثيقة بين التقنيات الرقمية والإنسان، لأنه الإنسان هو بيدير هاي التقنيات الرقمية، يعني هو اللي بيعمل مخرجات إيجابية أو سلبية لهاي التقنيات الرقمية مهما اتطورت ومهما كان لها قدرة على إنها تحل محل الإنسان، بس بيضل الإنسان هو اللي بيديرها. يعني أي سلبيات أو أي نتائج بتأثر على المجتمعات ما بتكون نتيجتها التطور، مثل ما هم بيحكوا التكنولوجيا دمرت المجتمعات، لا، هو الإنسان هو السبب، كيف أنت بتديرها بينعكس على المجتمع، يا بطريقة إيجابية يا بطريقة سلبية، طبعا حسب فكر الإنسان، ثقافته، قيمه الأخلاقية. هدفت هاي الدراسة بشكل عام إلى التعرف على أخلاقيات وقيم استخدام تقنيات الاتصال والتحديات والمشاكل اللي بتواجهها بشكل خاص. طبعا مشكلة الدراسة،
مشكلة الدراسة هي عبارة عن السلبيات والتحديات التي خلفتها القضايا الأخلاقية اللي هي مخرجات التكنولوجيا في عصرنا هذا هلأ، العصر التطور الهائل، الاستخدام الخاطئ والغير ممنهج واللا أخلاقي للتقنيات الرقمية. طبعا مشكلة الدراسة تمحورت حول التحديات والتداعيات اللي واكبت التكنولوجيا والتقنيات الرقمية وعواقبها. طبعا السؤال العام للدراسة هو ما هي مخرجات الاستخدام الخاطئ للتقنيات الرقمية؟ تناولنا المخرجات السلبية والقضايا مثل ما حكينا تشويه سمعة الإنسان، الاعتداء على الخصوصيات، ممكن في عنا من ناحية اقتصادية في عنا الابتزاز، التزوير، الاحتيال، كل هاي الأشياء أثرت بشكل سلبي على المجتمع وعلى الإنسان وعلى الفئات اللي ما بتعرف تديرها أو الفئات اللي ما عندها وعي، ما عندها وعي ودراية كافية كيف تدير وسائل الاتصال الحديثة. طبعا أهمية الدراسة باختصار، لأنه بالبحث كان في أهمية علمية وأهمية نظرية، بتنبثق أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، حيث أن إلقاء الضوء على القيم والأخلاق بتقنيات الاتصال أمر في غاية الأهمية إذا لم تتم مواكبة ومتابعة القضية من البداية. أكيد رح يصبح الأساس هاش، بتنهار منظومة المجتمع، لأنه إحنا بنحكي التربية والتعليم، بنحكي الأخلاق قبل التعليم، بنحكي الأخلاق ثم بيجي دراسة الجامعة، دراسة الماجستير والدراسات العليا. التعامل، الأخلاق أساس كل شيء. الإنسان طبعا مرتبط، لأنه الإنسان أخلاقه هي بتعكس الإنسان، تصرفاته وأخلاقه هي نتاج لهي الأشياء اللي بنشوفها والتجاوزات. طبعا الإنسان مثل ما حكيت هو المسيطر، يجب توعيته بطرق الاستخدام لمواكبة الحداثة والتطور. طبعا وبترجع أهمية الدراسة لأهمية العصر الرقمي، يعني لو ما كنا إحنا في عصر التكنولوجيا هاي وعصر التطور وعصر الذكاء الاصطناعي، ما صارت في كتير قضايا متعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وهاي الأشياء. طبعا طبعا وبترجع أهميتها أيضا إلى تركيز الضوء على القيم الأخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا رح نبطل نحكي هلأ وسائل التواصل الاجتماعي، رح نصير نحكي ذكاء اصطناعي، شات جي بي تي، الثورة الرقمية، الرقمنة، الأمن السيبراني، في له طبعا تحديات ومشاكل كتير كبيرة. هلأ رح يختلف الوضع عن وسائل الاتصال اللي إحنا متعودين عليها، خلينا نحكي اللي طلعت قبل 10 سنين أو 15 سنة، الفيسبوك والواتساب وهاي الأشياء. لا هلأ صار في عنا أشياء جديدة. منهجية الدراسة، طبعا أنا اعتمدت المنهج الوصفي، هو الأسلوب اللي بيسلكه الباحث العلمي في تقصي الحقائق العلمية، بيوصف الظواهر الاجتماعية والطبيعية كما هي في الواقع، لأنه أصلا البحث هو عبارة عن تناول القضايا الأخلاقية. يعني بتوقع أنه هلأ المنهج الوصفي كان كافي لتناول قضية الأخلاق بشكل خاص. نتائج الدراسة، أول شيء الأخلاق هي منظومة من المبادئ والسلوكيات اللي بتنظم حياة الأفراد في المجتمع، وبتتميز التقنيات الرقمية والتكنولوجيا بالعديد من الخصائص اللي بتواكب التغيرات المتلاحقة والمتسارعة، وهناك تداعيات وتحديات أخلاقية سلبية كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي. كأهم شيء أنا تناولته بالفصل الثاني اللي هو عدم المصداقية في نقل الأخبار والأحداث والمعلومات. إن أزمة طبعا هون هاي قضية كبيرة، إنه عدم المصداقية في نقل الأخبار والحوادث بتؤدي لكتير مشاكل، سواء مستوى الاقتصاد، مستوى السياسي، المستوى المحلي لأي مجتمع. هذه قضية كبيرة. من النتائج أيضا أن أزمة الأخلاق المتعلقة بالتقنيات الرقمية تتوسع بشكل يومي لعدم فهم معظم الناس مبادئ الحوار واحترام الآخر. أكيد بنشوف كتير، خلينا نحكي على مستوى الفيسبوك، بنلاقي كتير ناس بيغلطوا، بيكتبوا أشياء سلبية، ما بيحترموا الرأي الآخر، بيطلعوا مثلا بفيديوز، بيطلعوا لايف،
ما في عندهم طريقة لإدارة الحوار، وحتى إنهم يكتبوا شيء إيجابي بيقعدوا يهاجموا في الناس بطريقة مثلا لا أخلاقية، طريقة فيها تجاوزات، دون ما يعملوا أي اعتبار لهاي التكنولوجيا اللي قاعدين بيستخدموها وللأشخاص اللي حواليهم. بتأثر التقنيات الرقمية على الهوية العربية وبتعمل على انفتاح العولمة. أكيد العولمة كان لها إيجابيات وسلبيات، مثل الثورة الرقمية في لها إيجابيات وسلبيات. فلما يكون في عندنا أصلا إحنا العولمة يعني كتير عملت انفتاح على العالم مع الثورة الرقمية، هون رح تأثر على الهوية العربية. فيجب على الأشخاص، أو خلينا نحكي مش يجب على الأشخاص، يجب وضع قوانين بتردع وبتعزز، بتردع هاي التجاوزات لا أخلاقية، وبتعزز القيم العربية والحفاظ على الهوية العربية والعادات والتقاليد وهي الأشياء. طبعا هون من التوصيات، طبعا هم كتير توصيات بس أنا أخذت بس 4. ضرورة تنمية وعي طلاب الجامعة بالقيم الأخلاقية، لأنه هاي الفئة هون يمكن خلينا نحكي ما بتكون واعية كفاية. تعزيز عملية إعداد الطالب الجامعي من جميع النواحي العلمية والخلقية والاجتماعية والنفسية. تنمية القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب والقيم اللازمة للتعامل مع هذا العصر اللي هو عصر الانفتاح والتكنولوجيا والعولمة والثورة الرقمية. وتكثيف الحملات، تعزيز وتكثيف الحملات الإعلامية، الإعلام له دور خاص ودور مهم جدا في تعزيز تعزيز القيم الأخلاقية والتكنولوجيا. وتسليط الضوء حول كيفية الاستخدام الصحيح للتقنيات الرقمية مع المحافظة على القيم الأخلاقية. شكرا لك دكتورة لعطائي الوقت لإعطاء المداخلة، ويعطيكم العافية. أنا كثير بتشرف إني أنا شاركت بالمؤتمر، لأنه أنا دائما بشارك المؤتمرات للمركز العربي الديمقراطي وندواته. شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا دكتورة رنيم دوابرة، وأهلا بحضرتك وبأهل الأردن جميعا، شكرا شكرا لحضرتك. لك يا دكتورة. والآن ننتقل إلى البحث الأخير في هذه الجلسة، الدكتورة أزهار خالد. أيوة مساء الخير، يعطيك العافية. مساء النور، أهلا دكتورة أزهار. يا حبيبتي أهلا نحن وسهلا. دائما نقول في بداية دائما أحب أشكر جميع، المرة دي كل البحوث مسك، يعني ختموا مسك مع تمام كل البحوث السابقة. اتفضلي. تمام شكرا جزيلا. بداية حابة أشكر جميع الباحثين والمشاركين. ازيك يا دكتور أزهار؟ أهلين دكتور مع حضرتك، أهلين، أهلا وسهلا، أهلا، منورة شرفنا، أهلا وسهلا. منورانا في المؤتمر يا دكتور، شكرا ربنا يبارك. جزيلا، تسلم. ربنا يرمي معك، اتفضل. تفضلي، أهلا أنا جدا وسهلا. مسرورة أصلا بالمشاركة، هي أول مشاركة إلي معكم في المركز الديمقراطي. بداية حابة إنه أشكر جميع الباحثين والمشاركين في المؤتمر، الأبحاث جدا كانت رائعة، يعني استمتعت بالاستماع بالسماع لهاي الأبحاث، كانت جدا مفيدة. بداية خليني أعرف عن نفسي، أنا أزهار فرج الله، حاصلة على درجة الماجستير من تركيا من جامعة أنقرة يلدرم بايزيد، وطالبة دكتوراه الآن. طبعا أنا فلسطينية من قطاع غزة. بحثي مختلف نوعا ما، بحثي باللغة الإنجليزية عشان نعمل شوية تنوع في المشاركات في الأبحاث، فخليني أشارك الشاشة. تمام، واضحة الشاشة؟ نعم واضحة دكتورة أزهار، تمام تفضلي. تمام بداية أبدأ بموضوعي، اللي هو موضوعي The role of the media and its impact on the Palestinian issue، اللي هو موضوعي دور الإعلام في تشكيل الوعي السياسي على الشعوب بشكل عام، الشعوب عامة تجاه القضية الفلسطينية. حبيت أختار هذا الموضوع لأنه له علاقة كتير كبيرة بمدينة الغالية غزة، لهيك اخترت هذا الموضوع. فالموضوع إعلامي وعن غزة. بداية أبدأ بالأبستراكت تبعي، اللي هو يعني التلخيص العام للموضوع، اللي هي my study aims to highlight the role of the media in shaping political awareness about the Palestinian cause by focusing on the Palestinian Arab, Israeli, Western media and Turkish media also, past and present, and the changes that happened during the years toward the Palestinian issue.
My study or survey answered different questions. They are about four questions. The main questions are how the media in general and platforms address and frame the Palestinian issue. The second question is what difficulties do the journalists or Palestinian journalists face while covering the Palestinian news in Palestine and in Gaza in specific. Also, my work is a qualitative theory, testing cause study in which the theories of media coverage, framing, and political awareness were applied to selected cases. So I used the process tracing technique, which tests theories using the observation within the cases. I also employed a comparative case study method in explaining the united and or divided public opinion. I mean, in Turkey, in Palestine, and America. I focused on these frames, actually. And also about the United States divided public opinion. It also highlights the international support for Palestine, mentioning the great role of media and platforms and its effect in the world, showing also the role of American students, how they pressuring their the American government to stop the genocide in Gaza. Also, my study shows the role of the Israeli media in misleading the facts by showing some samples and the spoken man of the Israeli army, Avichai Adrei, and also my study focuses on how political problems and civil wars in the Middle East, like Arab Spring, have affected the Palestinian cause. And the study also shed lights on the Turkish media by both sides, right and left sides, toward the Palestinian issue. So as I mentioned, I have mentioned some of the questions of my of the research questions. In what ways do different media and platforms address and frame the Palestinian issue? What difficulties do the Palestinian journalists and reporters face while covering the news in Palestine? What mechanisms and methods does Israel use through social media or media in general to mislead facts? And how do we explain the differences among countries, generations, and time frames in terms of political awareness in Palestine in general and in Gaza or 7th attack, 7th October in specific? About the objectives of my study, there are many objectives that the study highlight, highlighting the role of the media in spreading the Palestinian cause, understanding media influence, analyzing political awareness, impact of information sources. Thesis of the study, political awareness, as we know, is influenced by how the media covers and frames an issue. So the Palestinian issue is covered and framed in different ways around the world. So after my survey, the Palestinian media focuses on the situation of the situation of Palestine and everything that happens in Palestine, even before the 7th October war or after. And also it focuses on some, but not all, Arab media outlets focus on the Palestinian issue, such as Al Jazeera channel and other Arab channels. Also, my survey answered the question of extent of the difficulties that the Palestinian journalists face when covering the Palestinian news. Like, as we all know, the retired journalist Shireen Abu Akle and the journalist Wael Dahdour were real examples of what journalists are exposed to when covering the news in Palestine. And other journalists who lost their lives, unfortunately, while doing their duties and their work in covering the news in Palestine.
Let's talk in specific about the Arab Spring and how Arab Spring has or have affected the Palestinian issue. The Arab Spring revolutions are reduced in the interest of the Arab in the Palestinian issue. As before these revolutions, the Palestinian issue was the main talk of the Arab, and the Palestinian flags were raised everywhere in Arab countries, like in occasions, in universities, in conferences. Everywhere you can find the Palestinian flag. But after the Arab Spring, you rarely find these issues, and Palestine was neglected from the beginning of the Arab Spring and barely mentioned anymore, as the countries of Arab Spring, like Egypt, Syria, Libya, Tunisia, and other Arab Spring countries. But after the 7th October war, alhamdulillah, and afterwards happening in Gaza now, everything has changed, and Palestine once again become the talk of Arabs after the absence of many years. About the American students' awareness of the Palestinian issue, it was also mentioned in the framing that many students in America and the West have carried out since April until now to stop the Gaza and stop the genocide in Gaza by pressing on their American government to stop the war. By strikes, by not attending lectures and so on, and many activities they do to trying to make something to protect and stop the genocide in Gaza. So let's move to Turkey, as I am in Turkey. In Turkey, political awareness has spread further among the students and people, as they have boycotted all the Israeli products, Israeli-American products and companies, and trying to support the Palestinian everywhere. نحن نستمتع بالاستماع لبحث حضرتك، ولكن هناك التزام في حدود الوقت المتاح. كم وقت صار؟ هو الوقت إجمالاً 10 دقائق. صار يعني 10. أنا أشعر من حضرتك يعني الالتزام بالوقت، فإذا يعني الميثودولوجي ثم الانتقال مباشرة إلى الفايندينغز. ممكن أروح للفايندينغز، تمام، ممكن أروح للفايندينغز. The study found that some of dominant frames used American, Palestinian, and Turkish media by newspaper and polls and articles. So from the frames, you can find the American hypothesis is correct, because in America, there are multiple frames of the Palestinian issue. There are two types of people in America. We have young generation and old generation. So young generation all support the Palestinian issue according to what they watch, as they watch the social and new media. But old American generation, they support the Israeli story because they follow the traditional and old media channels and news. About the Palestinian and Turkish hypotheses, they are both correct because they have only one frame. In Palestine, all Palestinians or most Palestinians confirm that Hamas is portrayed as defender of the land. And in Turkish media also, left and right, by all means support the Palestinian cause by trying to stop the Gaza war and spreading political awareness among people for boycotting the Israeli products. ممكن أحكي الملخص بالعربي بشكل عام عشان الفكرة. طيب in 1 minute بعد إذن حضرتك. In 1 minute. تمام، الملخص بشكل عام أنه تهدف دراستي إلى تسليط الضوء على دور الإعلام في تشكيل الوعي العام بالقضية الفلسطينية من خلال التركيز على الإعلام الفلسطيني والعربي والتركي والإسرائيلي والغربي الماضي والحاضر والتغيرات التي طرأت على مر السنين تجاه القضية الفلسطينية. تجيب الدراسة على عدة أسئلة، أهمها كيف تتعامل وسائل الإعلام بأنواعها مع القضية الفلسطينية، ما هي الصعوبات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون أثناء عملهم، كيف نفسر الاختلافات بين الدول والأجيال والأطر الزمنية من حيث الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية، خاصة خلال الحرب الحالية التي بدأت في 7 أكتوبر. لحد هون كويس. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، استمتعنا والحقيقة البحث ساري ومفيد جدا. شكرا. يعني غاية الشكر للمجهود المبذول في البحث.
أشكرك أشكرك. اسمحوا لي حضراتكم، كان معنا في هذه الجلسة السرية من مؤتمر اليوم الأستاذة عواطف الحليان، والتي تكلمت عن تعزيز التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال، ثم الدكتورة سامية أبو عبيد من تونس، والتي تحدثت عن تكنولوجيا الاتصال والفعل السياسي في الواقع، ودكتورة هند أبو عيسى حول تأثير الإنفلونسرز أو التسويق بالمؤثرين في نشر. استأذن حضرتك مقاطعة بس، اتفضل. الدكتورة صفاء، احنا بنستأذن الدكتورة نرمين الأزرق رئيسة الجلسة العلمية الثانية، هتمنحك 5 دقائق. تمام، دخلت 5 دقائق تمام. باللغة. تمام، لأن هي كانت بتنهي الجلسة والله، بس عشان خاطر يعني معانا الناس حبايبنا من تونس أهو، أنا مشي الدنيا بس 5 دقائق بس. فيفا تونسي، فيفا في بس ماشي اوكي. ماشي، يعني والله وقفت عشان هي كانت بتنهي الجلسة خالص والله. تمام خلاص، تمام، نديها الفرصة تخش. هتعمل ابستراكت عربي مع الفرنسي. ممكن، طب ممكن عندك تعمل ابستراكت بالعربي؟ عربي اعملي ابستراكت بالعربي يا ما صفوت. افتكرش، يعني هي كاتبه كله بالفرنسية. طيب حضرتك معنا دكتور صفاء؟ دكتور صفاء غالي، نحن يعني ننتظر حضرتك في خلال دقيقة، إلا لو هناك مشاكل تقنية أستأذن حضرتك. أنا بستأذن القاعة، إحنا هننتظر دقيقة واحدة. صباح الخير. ألا صباح النور. أهلا وسهلا بكم، أنا آسفة على التأخير. دكتور صفاء اتفضلي، اتفضلي مع حضرتك 5 دقائق سريعا. دكتور صفاء اتفضلي. هحاول أحكي عن البحث عموما يعني في 5 دقائق. طيب، أنا صفاء غالي، فطالبة دكتوراه بجامعة قرطاج بتونس. البحث حول دمج تكنولوجيا تعليمية 3.0، الابتكارات والتحديات في مجال التعليم. البحث كان باللغة الفرنسية، فححاول أعمل تلخيص باللغة الفرنسية. Donc, depuis le XVIIIe siècle, l'humanité a traversé 4 révolutions industrielles. Chaque révolution يعني a بستأذن حضرتك ابستراكت عربي في للأسف مكان. حتى ما عنديش الأبستراكت العربي، بس طيب بحاول يعني أعمل، لأنه في كلمات تقنية. إذا يعني إذا كان هناك مشكلة إنه حضرتك يعني تلقي البحث بالعربية، فإذا نقبله بالفرنسية يعني، بس 5 دقائق بس. بس في حدود 5 دقائق بعد إذنك. ألا شكرا. شكرا دكتورة صفاء. Donc la révolution industrielle a introduit des technologies révolutionnaires qui ont profondément transformé nos modes de vie et de travail. Donc les avancées technologiques ont profondément transformé l'éducation. Les compétences enseignées aux jeunes incluent celles nécessaires pour naviguer dans un monde numérique en constante évolution. Donc avec la pandémie de COVID-19, cette transition vers l'apprentissage numérique a été précipitée, transformant radicalement les systèmes éducatifs à tout niveau, en particulier dans l'enseignement supérieur. Pour tirer pleinement parti des avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, le cloud computing et l'Internet des objets dans l'éducation 4.0, nous nous sommes posé certaines questions dans ce travail. Comment maximiser les bénéfices de ces technologies
quelles compétences spécifiques les étudiants doivent-ils développer et quel est le rôle des enseignants pour jouer dans cette ère de transformation numérique. Nous approfondirons également le concept d'éducation numérique 4.0 en analysant ses avantages potentiels et les défis à relever pour son intégration efficace dans les programmes scolaires. Donc, enfin, nous discuterons des implications plus larges pour le paysage éducatif et des risques de cette révolution dans l'éducation. L'industrie 4.0 marque l'arrivée de technologies innovantes qui transforment nos usines traditionnelles en environnements hautement connectés, robotisés et intelligents. Donc, la révolution 4.0 a permis d'introduire des technologies qui transforment des secteurs industriels. L'Internet des objets connecte des dispositifs pour une communication autonome. Le big data gère d'énormes volumes de données pour une meilleure gestion. L'éducation a évidemment constamment évolué pour s'adapter aux défis. Aujourd'hui, l'éducation 4.0 introduit des méthodes personnalisées et des technologies innovantes, préparant les étudiants aux compétences nécessaires pour l'avenir. Ce tableau illustre donc l'évolution de l'éducation à travers les quatre révolutions industrielles. À l'époque de l'éducation 1.0, la différence est que c'était la connaissance dictée. Les technologies étaient limitées à la classe et l'enseignement se faisait de l'enseignant à l'apprenant dans un bâtiment scolaire. Avec l'éducation 2.0, les apprenants ont commencé à utiliser Internet, rendant l'éducation plus interactive et accessible. L'éducation 3.0, quant à elle, a vu une diffusion massive de la technologie et une production de connaissances plus collaborative, intégrant divers lieux d'apprentissage. Aujourd'hui, donc, l'éducation 4.0 est plutôt caractérisée par une innovation constante et une flexibilité spatiale et temporelle, transformant chaque individu en potentiel éducateur et chaque lieu en espace d'apprentissage. L'intégration de la reconnaissance vocale. Nous avons pu explorer l'intégration de la reconnaissance vocale à travers cette étude dans l'enseignement supérieur. Elle a pu révolutionner l'accès et l'engagement des étudiants en automatisant la transcription et en offrant des outils multilingues. Ces technologies non seulement facilitent l'apprentissage, mais créent également des environnements plus inclusifs. Des exemples concrets comme l'utilisation de Dragon Naturally Speaking pour les élèves dyslexiques ou les chatbots comme Socrate illustrent comment l'intelligence artificielle améliore l'expérience académique et répond aux besoins diversifiés des étudiants. L'utilisation des traces d'apprentissage capturées par l'intelligence artificielle permet non seulement d'améliorer l'apprentissage en temps réel, mais aussi d'acquérir des instincts précieux sur les processus d'apprentissage à long terme. Les avancées telles que la vision par ordinateur et les algorithmes d'apprentissage machine ouvrent des perspectives fascinantes pour l'éducation. Des projets comme AI Campus et les initiatives de l'Université de Pennsylvanie démontrent l'impact potentiel de ces technologies sur l'enseignement et l'apprentissage. Les technologies immersives telles que la réalité augmentée et virtuelle transforment évidemment l'éducation en offrant des expériences d'apprentissage captivantes et interactives. مش عارفة إذا مازال عندي وقت أو أنا ممكن أواصل يعني دكتور دكتورة يتبقى من اللي قلته لي عشان أكون أمينة مع حضرتك يا دكتورة صفاء، دقيقة واحدة مع حضرتك. شكرا العفو يا فندم. فأنا بواصل يعني اتفضلي قدام حضرتك شكرا دقيقة. ليكي لأنه ما كنت العفو. بسمع على الصوت. L'apprentissage en ligne est devenu essentiel et offre une flexibilité sans précédent permettant aux étudiants de personnaliser leur expérience d'apprentissage. Les tendances actuelles favorisent l'autonomie, l'utilisation de divers outils et un apprentissage basé sur des projets, ce qui renforce les compétences d'apprentissage autorégulées. Les programmes de mentorat aussi sont devenus indispensables pour aider les étudiants à réussir. Les mentors, qu'ils soient enseignants ou facilitateurs, jouent un rôle clé en offrant un soutien personnalisé, renforçant ainsi la confiance et favorisant le développement global des étudiants dans les nouvelles méthodes éducatives. L'éducation 4.0 révolutionne aussi le rôle des enseignants en offrant plus de flexibilité et en libérant du temps pour explorer des méthodes pédagogiques innovantes. L'intégration de l'intelligence artificielle a permis une personnalisation accrue de l'apprentissage et un accès facilité aux ressources. Les technologies d'intelligence artificielle, bien qu'innovantes, posent des risques importants. Nous avons pu étudier les risques d'une telle technologie, tels que la surveillance excessive et la substitution de l'enseignement humain. Elles amplifient également les disparités d'accès aux technologies et présentent des défis pour la vie privée et les droits humains. Les systèmes éducatifs doivent intégrer donc ces technologies de manière éthique, tout en préparant les apprenants à naviguer dans ces défis.
Pour conclure, l'éducation 4.0 offre des avancées majeures avec ses approches innovantes, mais son adoption inégale et ses défis soulignent la nécessité de politiques informées et basées sur des preuves. Les préoccupations sur l'éthique, l'équité et les interactions sociales doivent être prises en compte pour maximiser les avantages des technologies tout en préservant notre intelligence collective. ميرسي ميرسي دكتور صفاء، أنا آسفة شكرا. لأنه ما كانش عندي وقت إنه معناتها أعمل يعني تقسيم اللغة اللي كنت أتمنى. شكرا لا شكرا لا تفضلوا جزيلا معاكم، حضرتك. شكرا لكم. لا يعني it was very important الحقيقة، يعني هو سي تريز امبورتون، بس انت عارفة ان بعد طبعا ده اخر حاجة في الجلسة بتاعتنا. انا بشكر حضرتك لانه احنا بنحتاج للبحوث الخاصة بالتعليم وتطوير آليات التعليم وازاي نعمل دمج تكنولوجي في تطوير عملية التعليم، فبشكر حضرتك على هذا البحث الثري. بشكر أيضا دكتور هند أبو عيسى، كانت معنا دراسة مهمة حول التسويق بالمؤثرين لنشر العلامات التجارية. بشكر أيضا العزيزتين دكتورة ديما صوالحة ودكتورة هند ناصر اللي اتكلموا على دور القنوات الإعلامية الرقمية وأثرها على الحراك السياسي داخل الجامعات الغربية، وهذا ما لمسناه الحقيقة بأنفسنا، يعني ففعلا بحث يعني شديد الأهمية وواقعي جدا. دكتور سلافة بشكرك الحقيقة على توظيف النشطاء الفلسطينيين لاستراتيجيات الاتصال والحاجة للاستراتيجيات المختلفة من الإقناع والحوار. شكرا جزيلا على دراسة حالة نحتاج كثيرا إليها. دكتورة رنيم دوابرة من الأردن مع الدكتور حمدي محمود، كانت ورقة مهمة للغاية حول تأثير استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية على الجمهور من حيث أخلاقيات الاستخدام، لأنه زي ما حضرتك ذكرتي بلا أخلاقيات وبلا معايير أخلاقية نعيش في فوضى الحقيقة. وكانت معنا أيضا دكتورة أزهار العزيزة من أنقرة، والتي تحدثت حول دور الإعلام في التأثير على القضية الفلسطينية، وعملت الحقيقة دراسة يعني أنا بقول سريعة جدا لأنها فيها مقارنة بين أكثر من قناة إعلامية في أكثر من دولة. فشكرا جزيلا لحضراتكم، أشكر القاعة الكريمة وأشكر السادة منظمين المؤتمر، شكرا جزيلا. والآن ننطلق مباشرة إلى الكلمة الختامية. دكتور نبيلة فلتتفضل. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نبيلة. أرحب بدكتورة نبيلة، فلتتفضلي حضرتك دكتورة نبيلة. أهلا وسهلا، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييكم بتحية بدايتها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها الكرامة. تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم نبيلة عبد الفتاح كشتي، دكتورة قانون دستوري ونظم سياسية كلية الحقوق جامعة المنوفية ورئيس تحرير مجلة هيكسابيل الأمريكية. اللهم إني أبدأ الثناء بحمدك، الحمد لك حمدا يليق بكل صفاتك ويفوق عدد مخلوقاتك. الحمد لله الذي اقسم بالتوابع والقلم وحث على العلم وكرم العلماء في كتابه المعظم، واصلي واسلم على حبيبنا المختار وال بيته الاطهار صلاه وسلاما لا يزال القلب ينبض بهما والروح تهتف بهما الى يوم الدين. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وبعد شكر الله على ما وهبنا من عقل وحسن تدبير لا يفوتنا لكل من كان له الفضل والمساهمه من قريب او من بعيد في اطار هذا المؤتمر، وكل من بذل الجهد حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المميز، واخص بالذكر الاستاذ الدكتور حمدي سيد محمد محمود رئيس المؤتمر واللجنه العلميه والتنظيميه لهذا المؤتمر.
فمن أجل تأسيس التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم الباحثين من المحيط إلى الخليج، إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة، ضمن هذا السياق تولى المركز الديمقراطي العربي ومقره ألمانيا برلين إقامة مؤتمر الدراسات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال، مجتمع المعلومات وتقنيات الاندماج، قضايا ورهانات، بالتعاون مع جامعة بنغازي ليبيا وجامعة النيل الأبيض بالسودان وجامعة الحديبية اليمن. تم المؤتمر عدد من المحاور وهي 14 محورا نذكر منها على سبيل المثال: أولا التطوير الرقمي وتأثيره على الإنتاج والمجتمع، ثانيا الأمان والخصوصية الرقمية للملكية الفكرية والبحث العلمي، ثالثا الاتصال والتواصل الرقمي في عالم اقتصاد الأعمال، رابعا الفضاء السيبراني والأمان الرقمي وروابط وأخلاقيات النشر الإلكتروني، خامسا نحو استراتيجيات اتصالية مبتكرة أكثر أمنا وعملا، الصحافة المكتوبة، الإذاعة والتلفزيون، الدراسات الحديثة في الإعلام والاقتصاد. ونود أيضا مشاركتكم بالتوصيات التي توصلنا إليها من خلال العديد من الأبحاث والدراسات المشاركة في المؤتمر، شاكرين كل الحضور الكريم على الوقت الذي أراده قضائه برحمتنا اليوم. ونذكر منها: أولا تأسيس الحملات الإعلامية لتوجيه الشباب إلى كيفية الاستخدام الصحيح للتقنيات الرقمية مع المحافظة على القيم الأخلاقية. ثانيا تسهيل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الريادية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات في الدول، حيث تمكن هذه البنية من اعتماد هذه التقنيات بسلاسة. ثالثا زيادة حجم المعاملات التجارية الإلكترونية وتشجيع المواطنين والشركات على التحول الرقمي عبر إدراك برامج تدريبية متخصصة في المناهج التعليمية والتدريبية للقطاعين العام والخاص. رابعا تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة من خلال إنشاء منصات رقمية تتيح التواصل المباشر والفعال، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية لمناقشة التحديات والفرص. خامسا النظر في المعوقات التي تعيق استخدام التي تعيق استخدام تطبيقات التحول الرقمي ووضع الحلول الجذرية لها وتوفير بيئة مناسبة لاستخدامها. سادسا تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات المختلفة ووسائل الإعلام والمؤثرين للوصول إلى جمهور أوسع وحشد الرأي العام للحركات الاجتماعية. اسمحوا لي بالأصالة ونفسي وبالنيابة عن جميع المشاركين في المؤتمر أقدم شكري وامتناني لإدارة المؤتمر لما قاموا به من جهد محمود حتى يظهر هذا المؤتمر بتلك الصورة المشرفة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وإلى الملوك المكتوبين الذين أسهموا بتنظيمه وتنسيقه وما قدموه من جهد وأهمية للجميع دوام النجاح والتميز. لا يسعدني روحي أن أقول ختاما، بل أدعو الله أن نظل نلتقي دوما في وطنكم الثاني مصر الحبيبة، أقام الآلام المرجم على غريب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كنتم بخير وعافية وجزاكم الله خيرا، وفي لقاءات تتجدد أشكركم جزيل الشكر. تحياتي لكل السادة، كانت معكم نبيلة قشتي من جمهورية مصر العربية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقل من 13، أنا اختصرت كتير. شكرا. ترجمة
هي نظيفة، نزلها بعد المونتاج بس بعتولي اللوجو. عفوا دكتور، خلصنا كذي نترك المنصة؟ المؤتمر الأول انتهى، الآن نبدأ أعمال المؤتمر الثاني. شكرا شكرا.